السلام عليكم شباب سنة ثالثة ثانوي، أخباركم إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أهلا بكم في السيشن الثانية اللي إحنا بنحل فيها أسئلة كتاب انترستيلر سيريس إن فيزيكس، وبإذن الله إن شاء الله هنكمل النهاردة زي ما وعدتكم بشابتر 5 وشابتر 6 بناء على اللينك اللي أنا حطيته لكم في البيج. ولو أنت ما تعرفوش اسأل عنه على البيج، هنبعت لك البوست اللي فيه اللينك اللي أنت بتحط فيه الأسئلة الصعبة اللي معاك، سواء أنت كنت من الطلبة بتوعي أو مش من الطلبة بتوعي. تمام، كده كده بنحل ده، لأن إحنا بنحل بنحاول إن إحنا نسهل على الناس كمان اللي اشترت الكتاب ونساعدهم أكتر. النقطة التانية إن إحنا إن شاء الله بإذن الله هنبدأ نحل النهاردة مجموعة من الأسئلة المختارة زي ما أنتم اتفقتوا، أسئلة الإيزي والميديا والهارد لكل من شابتر 5 وشابتر 6 في المودرن فيزيكس. بناء على اختياراتكم انتوا اخترتوا كويستشن نمبر 8 في الايزي. فبيقول 8 ان بيقول ان اللايت لايك ساوند كانوت باس، تمام كده، ثرو ا فاكيوم ستيت اف ذا ستيتمنت از ترو اور فولس. كلام جميل. هو بيقول لك لايت زي الساوند ما بيمشيش في الفاكيوم. لا طبعا جماعه، ده خدناه في اعدادي ان اللايت ده ميكانيكا الكترو ماجنتيك ويف، بينما الساوند ميكانيكال ويف. اللايت يقدر يمشي في الفاكيوم ويقدر يمشي في الماتيريالز، بينما الساوند ما يقدرش يمشي في الفاكيوم. فتبقى الاجابه طبعا هتكون اجابه فولس، هتكون الاجابه ان اللايت مش زي الساوند، تمام كده، واللايت كمان يقدر يمشي في الفاكيوم. كويستشن نمبر 7 هو كويستشن مهم برضو، ناس سالت عليه. نقط اوف لايت consist of bundle of light rays. bundle يعني حزمة، حزمة يعني مجموعة. مين بقى اللي بيتكون من مجموعة من اللايت rays؟ ودي يعني يمكن مفترض ان تكونوا عديتوا عليها في الليزر وفي الهولوجرام. البيم هو اللي يتكون من مجموعة من اللايت rays. ركز، دي نقطة مهمة قوي. اللايت بيم هو اللي يتكون من مجموعة من اللايت rays. طيب question number 9، ألبرت أينشتاين used corpuscular theory. corpuscular theory دي استخدمها عشان يشرح بيها ايه؟ بص يا سيدي، انت طبعا ما عندكش التفسير الكامل للفوتو الكتريك افكت، تمام كده؟ ناس هتقول اي ايكوال ام سي، انا مسهله عليك، ما رضيتش احطها اي ايكوال ام سي سكوير فعشان ما تتلخبطش وتختارها، فكده كده اصلا دي غلط تماما، لان مفيش قانون بيقول كده تبع اينشتاين. كوانتايزيشن اوف تشارج ده مش بتاع اينشتاين خالص، احنا كنا بنتكلم على كوانتايزيشن اوف انرجي، وده بتاع بور اللي هي ان كوانتم اوف انرجي والقصه دي كلها. ماجيكال فلايت دي اي كلمه كده عبيطه في الاخر. الوحيده اللي عندنا الفوتو الكتريك افكت، وده اللي فسره اينشتاين باللي هي كورباسكولار ثيوري، ان هو صرف او اتصرف كلايت او اتعامل مع اللايت كانه مجموعه من البارتكلز، ولكن انت مش عندك الاسم، تمام؟ فاعتبرني يا سيدي كاني بقول لك اينشتاين فسر اللايت عن طريق ايه؟ افسره عن طريق الفوتو الكتريك افكت. طيب كويس جدا، تعالى ننقل على كويستشن 18. انا طبعا بختار الاسئله اللي انتوا اخترتوها واكدتوا عليها. كويستشن نمبر 18 بيقول which of the following statements about the behavior of light is not correct. يعني اي من الجمل دي مش صح about the behavior of light. interference patterns are evidence for light behaving as a particle. اولا احنا اتفقنا ان الكلاسيكال ثيوري اوف لايت بتتكلم على ايه؟ بتتكلم الكلاسيكال ثيوري اوف لايت على ان سواء في زي ما احنا قلنا ريفلكشن، يعني ركز معايا في النقطه اللي انا هكتبها لك دي عشان مهمه قوي. سواء قلنا ان في ريفلكشن او قلنا ان في ريفراكشن او قلنا ان في انترفيرنس او قلنا ان في ديفراكشن، وفي خاصيه انتوا ما خدتوهاش في اللايت اسمها بولاريزيشن، سواء اتكلمنا على اي صفه من الصفات دي، يبقى احنا بنتكلم على اللايت اثناء البروباجيشن، اثناء الانتشار. اثناء الانتشار يعني انتقاله من مكان لمكان، وهذه الصفات كلها بتتعامل مع اللايت كانه ويف، لان دي اصلا الجزء الكلاسيكال ثيوري، ده اللي احنا عارفينه من زمان اصلا، ان اللايت بيرفلكت وريفراكت وانترفير وديفراكت وهكذا. فبالتالي لما يقول لي انترفيرنس باترنز ار ايفيدنت فور بيهيفينج لايت از ا بارتكل، ده كذاب، غلط اصلا، هو كده بيتصرف كويف، يبقى دي الوحيده اللي هي مش صح. بس تعالى نكمل، يبقى كده اختيارنا هيبقى اختيار ايه؟
ray properties of light useful for understanding how images formed by optical devices such as eyes. يعني من صفات الخصائص بتاع اللايت راي ان احنا نعرف ازاي الايمج بتتكون بالعين والعدسات والقصه دي. طبعا ده صح وطبيعي. Wave properties are important for observing the behavior of light at fine scale. تمام؟ يعني بيقول ان الwave properties دي مهمة قوي ان انا اعرف تصرفات اللايت عند الفاين سكيل. ده برضو مظبوط ان برضو اقدر اعرف اذا كان بيعمل ديفراكشن. ما هو فاين سكيل ده معناه ايه؟ يعني سكيل قليل. فالسكيل القليل بيكون معناه ايه؟ بيكون معناه ان احنا بنيجي عند السبيسز الصغيره اللي هي الانتر اتوميك سبيسز. السبيسز اللي بتكون صغيره قوي فبيدخل اللايت او الويف لينث بتاع اللايت من سبيسز اضيق من الويف لينث بتاعه، فعند الفاين سكيل بيحصل ديفراكشن فممكن تتصرف بيها. Both wave and particle theories light can be related to the color sensation produced by light. يعني ممكن ان احنا عشان نقدر ندرك الكلر ونقدر ندرك ازاي بنقدر احنا نحس الكلر ندمج صفات اللايت كويف واللايت كبارتكل. ده فعلا معانا، لكن الوحيده اللي هي مش هتكون صح ان هي الانترفيرنس باترن بتتشرح بالويف نيتشر اوف لايت. تمام كده؟ فبالتالي اللي هي بتتشرح بالويف نيتشر مش بالبارتكل نيتشر، فهتكون اجابه ايه هي الاجابه الوحيده اللي مش صح. طيب question كام تاني انتوا مختارينه؟ مختارين question 33. الناس مختارة question 33. كويس. question 33 اهو. The fluorescence of glass in the discharge tube. يا جماعة discharge tube تتقال على اي حاجة discharged، يعني زي الكولج تيوب، زي الكاثود ري تيوب، زي الالكترون مايكروسكوب وهكذا. فهو الراجل بيقول لي ايه؟ بيقول لي دلوقتي ان احنا عندنا الديسشارج تيوب اللي عند لو بريشر كاركترايزد باي ايه؟ الفلورسنس بتاع الجلاس كاركترايزد باي ايه عنده؟ يا جماعه الفلورسنس ده ان هو بيقع اللي عندنا الالكترون بيقع على السكرين، فلما بيقع على السكرين بيعمل جلوينج. الجلوينج ده احنا بنسميه فلورسنس، وده بيطلع من حاجتين، اما ماده تكون زي الزنك سلفايد زي ما خدته في الكيمستري او خدنا في ثانيه ثانوي كيمستري، او ماده زي الفوسفورس، هي دي المواد اللي بتعمل فلورسنت. يبقى بالتالي الفلورسنس بروبرتي دي موجوده بسبب ان في ماده فوسفورس او فوسفوريه بيقع عليها الالكترون فبيدي اضاءه، فتكون اوبشن اي او اختيار اي. كده تقريبا دي اسئله الايزي اللي كانت واقفه معاكم. هنبدا ننقل دايركت على اسئله الميديوم وهناخد اهم الاسئله في الميديوم. يلا بينا. هنبدا بكويشن نمبر 7 في الميديوم، وبيقول ان الفوتو الكتريك افكت سبورت كوانتم نيتشر. حبيبي كوانتم نيتشر دي نقطه لازم تاخد بالك منها قوي. ماذا نعني بكوانتم نيتشر؟ كلمه كوانتم هي عشان تبقى فاهم، لما نقول كوانتم يبقى قصدنا ايه؟ قصدنا مودرن ثيوري، قصدنا المايكروسكوبيك ثيوري اللي هي التفسير الحديث بتاع المودرن فيزيكس، فهي مرادفات لنفس الكلمه. فبيتكلم هنا على ظاهره الفوتو الكتريك افكت، ومهم جدا في المودرن فيزيكس ان انت تعرف الظاهره دي بترجع لايه. يعني ما تحلش السؤال غير اما تعرف انا بسالك على اني فينومينن انت درستها. فانت درست فوتو الكتريك افكت، فبيقول لك ان في ماكسيمم فريكوانسي اوف لايت بيلو ويتش نو اي فوتو الكترونز ار امبيتد. يعني هناك فريكوانسي لو احنا اقل منه مش هنطلع فوتو الكترونز، فدي تمشي صح. وخلي بالك ان انا بقول لك ان الكويشن عنده مالتيبل كوركت اوبشنز. الماكسيمم كاينتيك انرجي بتاعت الفوتو الكترون بتعتمد على الفريكوانسي مش على الانتنستي، صح؟ ده تفسير كمان المودرن. يبقى احنا الى الان A و B معانا الاثنين اجابتهم صحيحه. تمام، تعالى نكمل. بيقول ايه بقى بعد كده؟ بيقول لي اهي even when the metal surface is faintly، faintly يعني ضعف او بضعف، illuminated يعني تم اضاءته بضعف. يعني ده يدل على، لو انت عايز تركز يعني، يدل على ان انا في حاله لو انتنستي. فبقول حتى لو انا عامل لو انتنستي باللايت، الفوتو الكترونز هتسيب السيرفيس ايميديتلي. اه مظبوط، لان انا ما بعتمدش على الانتنستي في المودرن ثيوري، انا بعتمد على الفريكوانسي مش الانتنستي. فبالتالي ايوه هتحرر وهحرر الكترونات. الكتريك تشارج اوف فوتو الكترونز از كوانتايزد، ده غلط مش معانا، لان ده بيتكلم على الالكترونات وليس عن اللايت، وانا بتكلم على الفوتو الكتريك افكت. يعني انا عايز حضرتك توصف لي وصف دقيق جدا لللايت.
تمام كويس جدا. تعالى لي بقى في كويشن 9 الناس كانت طلبته، فتعالى كده نشوف الدنيا ماشيه ازاي. كويشن 9 الراجل بيقول لي ايه؟ الراجل بيقول لي the intensity of radiation at high frequencies in the Planck curve مالها. طب بص يا سيدي كده معايا، هو شكل بلانك كيرف كان عامل ازاي؟ كان ريليشن ما بين الانتنسيتي واللمضه اللي هي الويف لينث، وكانت واخده بلانك ديستريبيوشن، وكانت من احد خصائصه او مميزاته كاركترستكس بتاعته انه لما بيكون الويف لينث في الاول او بيكون الويف لينث في الاخر بتميل الانتنسيتي انها تند تو زيرو. كلام جميل جدا. طب ما الفريكوانسي عكس الويف لينث، بس كده كده سواء لمضه مينيمم او لمضه ماكسيمم، يبقى هنا الفريكوانسي هيبقى مينيمم لانه عكسها والفريكوانسي ماكسيمم، كده كده بيتند تو زيرو، يبقى برضو من ناحيتين هيتند تو زيرو. يبقى لما يقول لي الفريكوانسي علاقته ايه بالانتنسيتي في بلانك كيرف، برضو هيتند تو زيرو، يبقى هيكون الاجابه نمبر دي. ده بالنسبه لكويشن نمبر 9. السؤال الثاني وهو كويشن 11 وهو سؤال مهم جدا، بيقول if the frequency of the photons are emitted from glowing bodies increases. كويس، انا قلت لك قاعده يعني عامه ليك كطالب يعني كطالب ثالثه ثانوي عشان ما تتوهش. انا عارف ان n بتساوي e over h nu، واحنا بنشتغل على الاساس ده عشان تبقى فاهم ان الانرجي بتكون ثابته للبندل او للحزمه من الانرجي. فانا بقول للطلبه بتوعي كده، الوحيد اللي عنده قدره على تحديد عدد الفوتونز هو الفريكوانسي، مالكش دعوه بحاجه تانية. فبالتالي هو قال لك ان الفريكوانسي زاد يبقى الفريكوانسي زيد، واضح ان الان انفرس مع الفريكوانسي لان الانرجي بتكون ثابته، فبالتالي الان هتقل، فنختار اجابه رقم بي ان لما الفريكوانسي انكريزز النمبر اوف فوتونز يحصل لها ايه؟ يحصل لها ديكريزز. تمام، دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. طيب تعالى لي لكويشن رقم 16، تعالى نبص كده 16 ده بيقول ايه. بسم الله كده ركز معايا. 16 بيقول لي if the work function of metallic surface يعني دي اي دبليو ب 2.5 اي في. طب ده كلام جميل. ماكسيمم ويف لينث انسيدنت، ما هو يا حبيبي ماكسيمم ويف لينث ده يعني اقل فريكونسي، يعني انا عندك الورك فانكشن او عندك كريتيكال ايه فاليو بتاعت الفانكشن عشان يحرر ده، فاقول ان الاي بت ايكوال اتش سي اوفر لامدا. كويس، يبقى انا لو عايز اللامدا هقول اتش سي اوفر اي. الاتش معانا 6.625 تايمز 10 باور نيجاتيف 34، السي 3 تايمز 10 باور 8، الاي ده مدينا الاي بوحده اي في الكترون فولت، واحنا استحاله 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 نجيب اللمضه، ركز في اللي انا بقول لك عليه ده، بالمتر وتكون الاي بي بيونت الاي في، ما ينفعش، لازم تبقى بالجول. يبقى احنا كده كل الفكره اللي كانت تايهه عنكم ان احنا محتاجين نحولها لجول، فمحتاجين نضرب في 1.6 في 10 باور نيجاتيف 19 وتطلع زي ما تطلع معانا، تقريبا هتطلع اوبشن بي، فنختار الاجابه الصحيحه اللي طالعه معانا. ده سؤال جميل. تعالى لي بقى لكويشن 24. كويشن 24 والله هو كويشن سهل جدا، وانت يعني اوريدي المفترض ان انت خدته اصلا في ثانيه ثانوي. وهو لوجيك يعني مش محتاج تفكير كتير. هو بيقول لي for certain light there are 2 times 10 power 3 waves، يبقى ده عدد الويفز 2 times 10 power 3 waves في 1.5 مليمتر in air، يعني دي الديستنس اللي هي موجود فيها عدد الويفز دي. عايز فيه كام ويف لينث؟ ما يا حبيبي الويف لينث ده طول موجه، والموجه شكلها كده. فانا لما اقول لك في ويفز كتير قوي قوي قوي، كل ده موجود في 1.5 ملي متر، يبقى طول الموجه كام؟ فانت منطقي هتقول لي الويف لينث بتاع الواحده بتساوي التوتال ديستانس، خدتها، وده لوجيك طبيعي. يعني لما اقول لك ان انا معايا وقت ل 500,000 موجه مثلا ب 10 ثواني، يبقى وقت الموجه الواحده كام؟ تعمل التوتال تايم على النمبر اوف ويفز. هنا هنعمل بقى توتال ديستانس على النمبر اوف ويفز، لان عايز طول او الديستانس بتاعت الموجه الواحده او الويف الواحده. بس نحول ده من ملي متر لمتر، نضرب في 10 باور نيجاتيف 3 ونحط النمبر اوف ويفز بتاعتنا عادي، ما فيهاش مشكله خالص. تمام، هتطلع معانا الاجابه تمام 7.5 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 متر، فهيكون اوبشن ده كويشن رقم كام 24 في الميديم، فده هيكون كده الاجابه معانا. تمام، هيكون الجزء اللي هو موجود معانا اوبشن دي. كويس، النقطة التانية اللي عايزين نتكلم بقى عندها بيقول لي ايه هو كمان؟
بيقول لي الكويشن اللي بعده، انتوا مختارين 27. تمام، كويس. 27، تعالى بقى في 27 ده فكرته مهمه قوي. انا باخد طبعا الموست فريكوينت كويشنز عشان نبقى احنا عارفين الكويشنز اللي احنا شغالين عليها. بص يا سيدي، كويشن بقى اللي بيتكلم عليه 27 بيقول لي which of the following situations does the behavior of the two particles has the smaller de Broglie two wavelengths. كويس، يعني بيقول لك مين من الامثله دي اللي اتقل عنده اقل wavelength. يعني هو من الاخر عايز بيقول لي امتى يكون اللامدا انفرس مع الماس او العكس، يعني الماس لما تزيد اللامدا تقل والعكس صحيح. فهو بيقول لك لما يكون عندهم اول واحده سيم سبيد. طب ما تيجي كده نشوف الريليشن ان اللامدا بتساوي اتش على مومنتوم اللي هي ام في. ففعلا لما يكون الاثنين عندهم سيم سبيد، يعني لامدا اتش ام في نفس السبيد، فالاعلى في الماس هيكون اقل فين؟ هيكون اقل في الويف لينث. يبقى دي اختيار مظبوط، صح كده ولا غلطان؟ والاقل في الماس اعلى في الويف لينث، يبقى ايه اوبشن صح معانا. تعال نشوف اوبشن بي. اوبشن بي نفس المومنتوم. طب ما هو نفس المومنتوم يعني ام في بتساوي ام في. كويس، يعني النقطة الأساسية اللي احنا هنتكلم عليها القصة بقى لما نيجي نقول ام 1. ها ايوه بالظبط كده، في 1 ها ام 2 في 2. ممتاز. طيب يبقى ام 1 اوفر ام 2 بتساوي في 2 على في 1. تمام، ده شيء كويس. وخلي بالك في نقطة مهمة قوي، ان احنا قلنا ان هم عندهم نفس المومنتوم، فهنا هنلاقي ان الاتقل في علاقة انفرس عنده فيلوستي اقل، ولو انت عندك فيلوستي اقل هيبقى عندك لامدا اعلى، يعني العلاقة دي مش هتتحقق. او لو انت قلت اتش على ام في، فلو انا نفس المومنتم يبقى انا نفس الويف لينث، والتاني برضو اللامدا التاني اتش على ام في يبقى نفس المومنتم يبقى نفس الويف لينث، يبقى الويف لينث مش هيختلف، يبقى اوبشن بي مش معانا، اوبشن بي هيبقى غلط. طيب تعالى لي بقى لسيم كاينتيك انرجي. تعالى بقى نشوف الكاينتيك انرجي. الكاينتيك انرجي عشان نجيبها تعالى نمشي واحده واحده كده. هو اللامدا بتساوي اتش على ام في، مظبوط ولا لا؟ طب الام في دي ممكن نستنتج لها ريليشن ثانيه. الفي كانت بتساوي روت 2 الكاينتيك انرجي على ام. طب ده كلام جميل. طيب لو انا عايز بقى اخليها ام في، يبقى انا دلوقتي مضطر اضرب ده في ام. يبقى ام في كاني ضربت تايمز ام، يبقى روت 2 كاينتيك انرجي اوفر ام في ام. عشان ادخل ده جوه الروت هيبقى 2 كاينتيك انرجي اوفر ام في ام سكوير. انا بثبت لك بس هوصل للقانون ده ازاي. فبالتالي لان دخلتها جوه الروت عشان لما تطلع تطلع بام زي ما كان، يبقى الام في المومنتم بتساوي روت 2 كاينتيك انرجي، هسميها انرجي تايمز ام لان دي هتطير مع الام اللي تحت. حلو، يعني انا اقدر اشيل الام في واحط روت 2 اي ام، ودي خدها قاعده عادي، ممكن المومنتم بتساوي روت 2 اي ام. اهي اديني كده اثبتت لك قانون علاقه بين المومنتم وبين الكاينتيك انرجي. حلو، اي دي كاينتيك انرجي، فبالتالي واضح ان الاعلى في الماس لما يكون عندهم نفس الانرجي هيكون اقل في الويف لينث، يبقى تتحقق العلاقه. اتفقنا كده؟ كويس جدا. وبنفس ذات الشيء لما يقل بعد كده يبقى اوبشن كده سي صح، يبقى بي مش معانا. تمام، نفس المومنتم مش معانا، معانا ايه ومعانا سي. تعال نشوف دي. قال لك بقى لما يقع من نفس الهايت. طب ما هو لما يقع من نفس الهايت هيكتسبوا نفس الكاينتيك انرجي، فهيبقى نفس الانرجي بالاعلى في الماس اقل في اللامدا، يبقى الاوبشن الصح هيبقى ايه وسي ودي. دول الثلاثة اوبشنز اللي صح، الوحيد اللي مستبعد ان هما يكونوا سيم مومنتوم. يبقى خلي بالك ده اثبات اهو ان المومنتوم بتساوي روت 2 كاينتيك انرجي في ام، وممكن تستخدم القانون ده على طول. كاينتيك انرجي معانا وام دي ماس في حل المسائل. كويس قوي. ندخل على question number 60. بيقول لي pick up the word which would correctly complete the following statement about emission of electromagnetic radiation. وده بنك المعرفة. electromagnetic spectrum of radiation emission، يعني السبيكتروم اللي طالع من الاميشن بتاع البلاك بودي. تمام، هو هنا كلامه تحديدا كله على البلاك بودي. بيقول لي ايه بقى هو؟ بيقول لي هل
الاميشن اللي احنا بنتكلم عليه ده اللي هو طالع من الايديال بلاك بادي از نوت السبيكتروم اللي حصل له ابزوربشن. يعني هو بيقارن ما بين السبيكتروم اللي حصل له ابزوربشن والسبيكتروم اللي حصل له اميشن. سؤال، هو لازم لما كان البلاك بادي ياخد لايت مثلا فيزيبل لازم يطلعه فيزيبل ولا ممكن يطلعه انفراريد؟ يطلعه انفراريد، ممكن يطلعه الترا فايلوت. فبالتالي نوع الاميشن اندبندنت، يعني ملوش دعوه. انا ما بتكلمش على الانرجي، انا بتكلم على نوع الاميشن نفسه اللي بيمتصه البلاك بادي ويشع البلاك بادي اللي بيعمله ابزوربشن واميشن اندبندنت من ايتش اذر، بدليل ان احنا بنمتص فيزيبل ممكن يطلع الترا، ممكن يطلع انفراريد كالعاده زي ما احنا اتفقنا. فاحنا مش معتمدين على نوع اميشن معين امتصه، يبقى لازم هو يطلع. الايرث بتمتص فيزيبل من الصن وبتطلع معظم الراديشن بتاعها انفراريد، فمفيش علاقه بين اللي انا عملت له ابزوربشن واللي انا بعمل له اميشن. نيجي لنقطه هي خارج المنهج ولكن في بنك المعرفه، عشان كده وجب ان احنا نجيبها، ما مش عشان حاجه بس يعني احتمالات اكتر، او ان احنا مش بنسيب الطالب عرضه ان هو يقعد يفكر بقى فبنحلها له ومفيش مشكله، ولكن ما تخافوش مش هتيجي الحاجات اللي بره المنهج، مش هتيجي. احنا في مستشارين ملزمين بمنهج وفي قانون الثانويه العامه، فبالتالي احنا ملتزمين باللي داخل المنهج، ولكن الافكار تيجي من اي حته مفيش مشكله، لكن استحاله يجيب لك حاجه انت ما درستهاش. بس خلينا نقول which word correctly complete the following statement about resonant mode. خلي بالك ان انت خدت جانب مشرق واحد بس من البلانك كيرف. على فكره بلانك كيرف ده ما تفسرش ببلانك بس، هو تفسر ثلاث تفسيرات. التفسير الكلاسيكال اللي هو فشل في ان هو يحل ده، وتفسير بلانك اللي هو نجح في انه يحل جزء بتاع الاتش نيو والقصه دي كلها، وتفسير ثالث اسمه تفسير الريزوننت مودز، وده مش عندك في المنهج، وده للاسف اللي بنك المعرفه جايب عليه اللي هو الريزوننت مودز والريزوننت كابيتي. تمام، تعال بقى اكلمك على إيه هو يقصد ايه هنا. بيقول لك بيتكلم على الريزوننت مودز اللي موجوده في كافيتي. هو بيقول كان الالكتروماجنتيك او البلاك بادي راديشن دوت عباره عن كافيتي تجويف. هذا التجويف بيحتوي على مجموعه من الموجات الويفز. المجموعه من الموجات دي هي بيسميها ريزوننت مودز. انا بحاول ابسط لك قدر الامكان، اتفقنا؟ يعني مش موضوع مش اكزاكتلي كده، بس خلينا ايه نوسط لك على قد ثالثه ثانوي. فبالتالي ان الكافيتي ده اللي هو جوه البلاك بادي راديشن اللي هو التجويف البلاك بادي راديشن، بتدخل جواه الويفز بتتحبس، فبتقعد تتحبس جواه وتقعد تخبط وتروح وتيجي جوه زي ما انت كنت بتشوف كده في البلاك بادي، فبنسميها ريزوننت مودز. من خصائص بقى الكافيتي ده ان لازم في بدايته ونهايته يكون الديسبليسمنت بصفر، يعني لازم تكون الموجه بادئه من زيرو ونهايه عند زيرو، دي من صفاته. يبقى بالتالي ان لازم الديسبليسمنت عند الكافيتي باوندريز، عند حدود الكافيتي، تساوي زيرو، قاعده ثابته. تعال نطبق ده في السؤال اللي بعده، يقول لك which of the following diagrams بيتوضح cavity في مجموعة من resonant modes. لو بصينا على figure A هنلاقيه بادئ من الزيرو مظبوط، بس مش ناهي عند الصفر، يبقى ده مش resonant mode، بينما B بادئ من الصفر وناهي عند الصفر، يبقى إجابة B. وبعدين قاعدة بقى مني أنا عامة كده، تعامل مع ال resonant modes كأنه frequency، عشان بس تعرف تحل بعض الأسئلة لو تحسبا أنه جه وأنا بقولك مش هيجي. يعني ايه كانه فريكوانسي؟ تعامل معاه كانه فريكوانسي، فالفريكوانسي بيكون تعامل معاه في كل علاقاته انفرس مع الويف لينث، عشان لما تقرا الاسئله اللي بعد كده تعرف تحل الجزئيه دي. فتعامل مع الريزوننت مود مؤقتا كانه فريكوانسي، هيحل معاك ازمات كتيره جدا في النوعيه دي من الاسئله. تعالى برضو بص لي على كويستشن 68، بيقول لي which of the following electromagnetic waves in the shown diagram of a cavity corresponds to possible resonant mode. احنا اتفقنا resonant mode بدايته بتكون زيرو ونهايته تكون زيرو او الكافيتي، فبالتالي ده بدايته زيرو وده نهايته زيرو، فهتكون الاجابه هتكون ايه. اما الاجابه اللي بعدها بتقول ان ده بدايته زيرو بس نهايته مش زيرو، فبالتالي احنا هنختار اجابه ايه. تعالى نخش على السؤال اللي بعده. تعالى بقى ناخد question 83. question 83 بيقول ايه؟ بيقول لك in the experiment light ray of wavelength، يبقى ده لمدة 2500 نانومتر، كلام جميل. incident on a metallic surface، فلاحظنا ان في electrons ejected بكينيتيك انرجي بتكون 1 EV، I think هتبقى 1 EV. تمام، دي 1 EV نعدلها عندنا. reperforming the experiment again بلمدة 1000 نانومتر، كلام جميل. عايزين قيمة الكينيتيك انرجي الجديدة. طب ثواني كده، واحدة واحدة. المشكلة الرئيسية عندنا احنا مش عارفين الورك فانكشن بكام،
فتعالى صح، ما الورك فانكشن هي اللي هتحدد لنا. فتعالى نحل كده السؤال الاول. احنا عندنا ده طبعا ظاهره، خلينا نبدا قبل ما نرجع نحل اي مساله لازم نرجع للفينومينا اللي بتوصفها. فدي فينومينا بتوصف فوتو الكتريك افكت، لان بوقع لايت بيحرر الكترونز عندها كاينتيك انرجي، بدي فوتو الكتريك افكت، يبقى الكاينتيك انرجي بتساوي اتش نيو ماينس اتش نيو سي. طب كاينتيك انرجي هو سماها 1 اي في، خلي بالك ان احنا مش هنعوض بالاي في، احنا لازم تتحول الى جول، فضربناها في 10 باور نيجاتيف في 1.6 في 10 باور نيجاتيف 19. طيب نحط هنا اتش في سي على لندا اللي وقع ماينس اي دبليو اللي هي ورك فانكشن، بهدوء شديد كده يبقى 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19، 6.625 تايمز 10 باور نيجاتيف 34، ده بلانك كونستنت، سبيد اوف لايت 3 تايمز 10 باور 8 على اللمدا 2500 نانو، لازم تتحول للمتر، ماينس اي دبليو. طيب هنعمل ايه؟ هنودي ده بالبوزيتيف ونجيب ده بالنيجاتيف ونعوض، شوف هتطلع معانا كام. بسم الله اهيت، تطلع معانا دي هتطلع 8 تايمز 10 باور نيجاتيف 20، طبعا ده هيجيب الماينس، ماينس 1.9 تايمز 10 باور نيجاتيف 19، اسف 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19 تطلع نيجاتيف 8 تايمز 10 باور اي نيجاتيف 20. يعني ده دليل ان احنا ما ماينصناش منها حاجه قوي، تمام كده كويس، لان ده الورك فانكشن L1EV، فتطلع كده بالجول، تمام كويس قوي. فطلع بالرقم ده لان تقريبا لما تيجي ماينس مش هتطلع فروق كبيره قوي، فهيطلع نفس الرقم. ليه طلع بالنيجاتيف؟ الورك فانكشن طبيعتها بالنيجاتيف، تقوم انت جاي يعني النيجاتيف، لان هي احنا بنضطر نعمل طاقه عشان اساس نطلع الورك فانكشن دي، لكن احنا لما بنيجي نعوض عنها تاني بنعوض بالفاليو بتاعتها. يبقى كده جبنا الورك فانكشن، كلام جميل. عايزين بقى نجيب الكاينتيك انرجي لو وقع ب 1000 نانومتر. خلاص احنا بقى معانا الورك فانكشن دلوقتي، فنقول ان الانرجي بقى الجديده بتساوي اتش في سي على لامدا ماينس الاي دبليو اللي طلعت، كلام جميل. فالاتش في سي على لامدا هيبقى 6.625 تايمز 10 باور نيجاتيف 34 تايمز 3 تايمز 10 باور 8 اللي هي سي على اللامدا 1000 نانومتر تايمز 10 باور نيجاتيف 9 ماينس الاي دبليو اللي احنا جبناها، بناخد الفاليو 8 تايمز 10 باور 8 نيجاتيف 20. هيطلع معانا الرقم، الرقم اللي هيطلع مش هينفع نعتمده، لان الرقم اللي هيطلع هيطلع بالجول تقريبا. هيطلع كام؟ خلينا نشوف كده اهي، نحسبها، تطلع تقريبا 1.92 تايمز 10 باور نيجاتيف 18 جول. ما ينفعش، لان هو كان بيكلمنا بيونت الاي في، فعايزين نحول ده من جول لاي في. نقسم على 1، نفتح براكت كده ونقسم على 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19، تطلع لنا 12 اي في. فكده الانرجي اعلى من الايه، ال1 اي في، فتختار اجابه رقم سي. يبقى احنا الاول جبنا الورك فانكشن من المساله، وبعد ما جبنا الورك فانكشن من المساله عوضنا بيها كمان مره في الجزئيه اللي احنا اتكلمنا عليها. ده كان كويستشن 83. ندخل على الكويستشن اللي بعده، كويستشن 92 زي ما انتوا اخترتوا. فبيقول which emits and absorbs infrared radiation more easily، strongly ولا weakly reflective؟ يا جماعه هو بيمتص وبيشع، يمتص يعني يدخل جواه، يشع يعني يرمي لبره، فلازم ما يكونش بيرفلكت، لانه ريفلكت ده مش هيلحق يمتص، الحاجه اللي هيرجع له هيردها تاني، صح ولا انا غلطان؟ لان عايزه يدخلها جواه، وبعد ما يدخلها جواه يطلعها تاني، يبقى لازم يكون ويكلي ريفلكتف. لان الريفلكشن ده معناه ايه؟ ان يخبطك يطلع يتعكس، انا مش عايزه يتعكس، انا عايزه يدخل جواه الاول وبعدين يطلع، فلازم يكون ويكلي ريفلكتف. اوبشن هيكون رقم A. السؤال اللي بعده، تعالى بقى لكويستشن رقم 100. كويستشن رقم 100 بيقول لي ايه؟ A solar sail is proposed a method for spacecraft A propulsion. يعني ان احنا يعني حاولنا ان احنا ندفع
سيل باستخدام مجموعه من الفوتونز. لما الفوتونز هيد ذا سيل امتصت المومنتوم بتاعتها وانتقلت المومنتوم دي للسيل اللي هي المركبه اللي بتبحر. لو الليزر لايت الواحد الليزر لايت الويف لينث بتاعه 200 نانومتر استخدم عشان نعمل بروبيلنج للسيل، يعني نضخ السيل كده او نزق السيل، هاو ميني فوتونز ماست هيد ذا سيل عشان تكتسب كلها توتالي كده مومنتوم 1 كيلوغرام دوت متر بير سكند. كويس، يبقى اذا دلوقتي احنا عندنا طاقه لكل ليزر لايت وانرجي للتوتال بقى بتاعتنا. طب نجيب الانرجي التوتال ازاي؟ اجي اقول لك هي السيل اكتسبت مومنتوم 1 فنجيب منها الويف لينث، فنقول ان اللامدا بتساوي اتش على تمام كده مومنتوم، يبقى 6.625 تايمز 10 باور نيجاتيف 34 over momentum 1، فتبقى 6.625 times 10 power negative 34 ده متر. تعال نجيب الانرجي بقى h في c over lambda، يبقى ال h 6.625 times 10 power negative 34 في ال c اللي هي يكون 3 times 10 power 8 over lambda 6.625 times 10 power negative 34. تطير دي مع دي فتطلع معانا الانرجي 3 times 10 power 8 جولز. دي الانرجي التوتال لان احنا جايبينها من المومنتم اللي اتحركت بيها السفينه ككل بقى او المركبه الفضائيه. تعال نجيب الانرجي بتاعت الفوتون الواحد للليزر اللي هي اتش سي على لامدا، يبقى 6.625 times 10 power negative 34 في 3 times 10 power 8 على لامدا اللي هي يكون ب 200 نانومتر. نحولها هتطلع معانا 1 times 10 power negative 18 جول. طب عايزين نجيب عدد الفوتونز، بنعمل الانرجي التوتال على الانرجي اوف كوانتم او الانرجي بتاع كوانتم يعني الفوتون الواحد. فالانرجي التوتال طلع معانا 3 times 10 power 8 اللي هي خلت المومنتم تتحرك بتاع السفينه ككل على الانرجي بتاع الواحد 10 power negative 18. تمام، نعملها على الكالكوليتر 3 times 10 power 8 over 10 power negative 18 تطلع 3 times 10 power كام 26 فوتون، يبقى تطلع معانا الاجابه رقم E. تعالى بقى اختار لك كام سؤال كده، انا عايز اكد منهم على كام فكره مهمه في الشابتر ده قبل ما ننقل على شابتر 6. الكام سؤال اللي انا عايز اختارهم لك وهم اساسيين كريتيكال مهمين قوي انك تبقى عارفهم. اما اجي اقول لك the correct statements question 6 في الميديوم correct statements from the following is that light exacts particle nature in propagation. استحاله يا جماعه، بص في البروباجيشن دايما بنتصرف كويف، انا عايز اثبت بس كام معلومه. وويف نيتشر في الميوتوال انتراكشن وذ ماتر، لا لما بتفاعل مع المواد واخبط واروح واعمل انا بتصرف كبارتكل مش كويف، يعني الاجابه دي معكوسه. في الميوتوال انتراكشن انا بتصرف كبارتكل، يبقى هو هنا بيعكس قال لي كويف كبارتكل في البروباجيشن، لا المفروض ابقى كويف، وكويف في الميوتوال انتراكشن لا المفروض ابقى كبارتكل. لايت اكزابتس بوث ويف اند بارتكل نيتشر في الميوتوال انتراكشن، لا light exacts both wave and particle in propagation on the propagation the wave بس، ولا light exacts wave nature in propagation صح وبارتكل نيتشر في الميوتوال انتراكشن صح. ودي معلومه بقى خدها قاعده ان اللايت او الالكتروماجنتيك سبيكتروم اثناء مروره وانتشاره والريفلكشن والريفلكشن انترفيرنس بيتصرف كويف، بينما لما بيجي يتحرك ويتصرف كانه تفاعل مع ماده بيخبط في تارجت بيخبط في حاجه بيتصرف كبارتكل. الكويستشن الثاني اللي انا عايز اكد عليه وهو كويستشن 21 بيقول لي ايه؟ The correct statements about the following. بيتكلم هنا على الويف ثيوري والكوانتم ثيوري، بس اسمح لي الاول ااكد عليك في كذا نقطه. الويف ثيوري نقصد بيها الكلاسيكال، نقصد بيها الماكروسكوبيك موديل. بينما لو كلمتك وقلت لك كوانتم ثيوري فانا اقصد بيها
الكوانتم ثيوري اقصد بيها المودرن ثيوري، اقصد بيها الفوتون موديل، اقصد بيها المايكروسكوبيك موديل. فهنا بيقول لي ان الستيتمنتس الصح ان الويف ثيوري والكوانتم ثيوري valid for whole electromagnetic spectrum، ولا الويف ثيوري valid for long wavelengths and quantum valid for short wavelengths، ولا لو قلبنا البيج هيقول لنا ان هو الويف ثيوري valid للشورت والكوانتم valid لللونج wavelengths، ولا الويف ثيوري والكوانتم valid for short wavelengths only. ايه علاقة الشورت واللونج wavelengths باللي انا بقوله؟ خلينا ركز بقى عشان السؤال ده عبقري بقى. ليه؟ تمام، مش عشان احنا اللي حاطينه، لا، بس ركز، هو سؤال حلو قوي. تمام، هو السؤال ده بيتكلم على ان انت كان عندنا ماكروسكوبيك ومايكروسكوبيك موديل. الماكروسكوبيك موديل بيتكلم على ان احنا لما بيقع اللمضة بيكون اللمضة مور ذان الاتوميك سبيسز لو تفتكر، فكان بيرفلكت، وكنا هنا بنقول ان احنا كلاسيكال. اما لو كانت اللمضة اللي وقع اصغر من الانتر اتوميك سبيسز فكان بينتريت، كنا بنقول عليه مودرن ثيوري. يعني المودرن بتتعامل مع اللمضة الشورت، والكلاسيكال بتتعامل مع اللمضة اللونج اللي اكبر من السبيسز. عشان كده نقدر نجاوب ونقول ان كلاسيكال اللي هي الويف valid for long wavelengths، بينما الكوانتم اللي هي المايكروسكوبيك او المودرن بتتعامل مع الشورت ويف لينثز. كده الامور اتضحت كويس جدا جدا جدا. تعالى بقى ننقل على الاسئله. بقى طبعا باخد سيلكتد عشان الفيديو ما يطولش، ولكن هننقل على الاهم او الاجزاء الاساسيه في شابتر 6. ما تنساش ان انا قبل ما ابدا بس في شابتر 6 ان احنا عندنا اكزام اسبوعي، فهنحل فيه شويه مسائل وحاجات. لو انت لسه منتظر شويه مسائل وحل اسئله على المسائل، ففي اخر الفيديو ده في اكزام هنحله ان شاء الله باذن الله على 5 و 6 اللي هو الاكزام الاسبوعي. يعني انا كل مره بحل اسئله من كتاب انترستيلر، وامتحان موجود من كتاب بصراحه الامتحان بيبقى مزيج من انترستيلر واسئله دليل التقويم، عشان نبقى ماخدين الطابع بتاع الوزاره في الحل، وفي نفس الوقت بنتدرب على اسئله جديده. كويستشن 6 ده نلغيه. يعني كويستشن 6 الناس اللي بتسال على كويستشن 6 نلغيه. الباند سبيكتر اجابته باند سبيكتر مش عندنا، سقط سهوا يعني. 7 the spectra used to identify elements، اللي بي identify بيه elements كان characteristic spectrum، والcharacteristic spectrum انا في الايزي حاليا easy questions كان اسمه line spectrum، والline spectrum ده كان two types، كان اما emission او absorption، فما ينفعش اختار emission بس ولا absorption بس، لازم اختار emission وabsorption اللي هي بديل ليها كلمة line spectrum لو كانت موجودة. طيب ندخل على question number 12 زي ما انتوا اخترتوا. question number 12 بيقول check the wrong statements. line spectrum characteristic element، لا صح، هو line characteristic element. absorption برضو characteristic، ايوه، لان line يشمل absorption والemission. continuous characteristic، لا طبعا استحاله continuous يبقى characteristic لانه في كل الويف لينثز والفريكوينسز. there are two prominent yellow lines في spectrum of sodium، هو في موجوده بس هي مش عندنا في المنهج، ولكن مالكش دعوه بيها. يعني هي الفكره، هو بيقول ان في لونين اصفر في spectrum بتاع الصوديوم، ماشي، بس الحاجه الوحيده اللي انا متاكد انها مش صحيحه هي اختيار سي. فساعات بنكمل الاجابات دي او بنكمل الاختيارات بحاجات تلخبط الطالب عشان نشوفه من الطالب المهزوز اللي هو هيجري يختار الاجابه المختلفه ولا لا. فدي نقطة لازم تخلي بال حضرتك منها. تمام، النقطة اللي بعد كده اللي احنا عايزين نتكلم عنها، نيجي على الكويستشن اللي هو اسمه كويستشن، بسم الله الرحمن الرحيم، ايوه 45 بيقول لي في الايزي كويستشن، كل ده لسه 45 بيقول لي ايه؟ بيقول لي دلوقتي الويف لينث رينج في الاكس راي انت خدتها في المنهج انها ما بين 10 باور نيجاتيف 8 متر الى 10 باور نيجاتيف 13 متر. انا اتفقت معاك يا جماعه لما اقول لك رينج يبقى انا مش بجيب الرقم بالظبط، انا بجيب رقم تقريبي، فاستحاله ابقى ملي لنانو، ده 700 نانو ده ويف لينث، والملي ده كبير قوي فده مستبعد، ومن 400 نانو ل 1 نانو 400 ده ضمن الفيزيبل، فيعني ده كده برضو هيكون بالنسبه لنا احنا مستبعد. اهو النانو قربنا، لكن من نانو ل 0.01 نانو صح،
لكن من ملي ل1 ملي مش هينفع لان ده كبير قوي. يبقى الاجابه الصحيحه سي. اكس راي از نوت كاركترايز او نوت يوزد ان. ففي عيال كتير جايجر تيوبس ايونايزيشن شامبر، يا ابني انت خدتهم؟ لا. طب بتهبد ليه وتختارهم؟ يعني بتختارهم ليه؟ اصل هي الغريبه يا حبيبي. لا، في قاعده اساسيه وفي حاجه اساسيه قلنا عليها اسمها فوتو الكتريك سيل، والكاثود راي تيوب كانت بتعتمد على الفوتو الكتريك اميشن او فوتو الكتريك افكت. فالاكس راي ما بتستخدمش في الفوتو الكتريك سيل لان دي بتعتمد على الفوتو الكتريك افكت. يعني ما تختارليش الاجابه الغريبه، انا بقول ما بتستخدمش في ايه، والباقي كل ده بيستخدم في الفوتوغرافي الاكس راي. طيب اكس راي برودوس افكتفلي كويستشن 48، لما الالكترون سترايك ايه؟ سترايك يعني يخبط. كان بيخبط اولا، كانت الاكس راي كان بيبقى عندنا كاثود تطلع منه الكترونز تخبط في انود. الانود لازم يكون عنده هاي اتوميك نمبر او اتوميك ويت. الهاي اتوميك نمبر او اتوميك ويت ده يعني دينستي عاليه، فنختار دنس ميتال كاثود. لا، هو بيخبط في التارجت اللي هو انود فلورسنت ميتال، ده هكس، ده نون ميتال. لا استحاله، فهو كان بيخبط دنس ميتال انود تنجستن او مولبدنم. Which of the following diseases can be detected by X-ray? Bladder infection اللي هي عدوى المثانه ما فيهاش عظم ولا حاجه نصورها. دراهيا اللي هي الاسهال، واحد عنده اسهال هعمل له اكس راي ليه ان شاء الله. فيفر حمى، لا. النمونيا اللي هي الالتهاب الرئوي، ايوه، لان احنا محتاجين نعمل صوره للتشست للقفص الصدري ونخترق العظام، فيبقى كده ده موجوده في المنهج. لا بس شغل دماغك. سوفت اكس راي راديشن بيجي من اني ريليشن بينما الكاركترستيك من اني ريليشن. شوف، سوفت اكس راي بيجي من ان انا اما بطلع الكترون بيتعرض لريتاردنج الكتريك فيلد بيأخره، فبيخسره جزء من طاقته في صوره اكس راي، كان سوفت. فده كان بيعتمد على قانون البوتنشال ديفرنس اي في ايكوال اتش نيو. وخلي بالك باي ذا واي، هذا القانون لا يستخدم الا للاكس راي، يعني ما ينفعش اسوي اي في باتش نيو غير في الاكس راي، لان هي الوحيده اللي بتاخد بوتنشال ديفرنس وتطلع اكس راي. بينما الكاركترستيك كان بيحصل لما بيبقى عندي دي نيوكليس وادي كده الانرجي ليفلز، كان بيجي الالكترون يخبط في الالكترون اللي قريب من النيوكليس فيهربوا بره او يخرجوا، ويجي الكترون من الهاي ليفل يحل محله ويطلع الفرق في صوره انرجي. فالفرق ده بيكون دلتا اي بتساوي اتش نيو، فعشان كده هنختار اختيار رقم A، اما B اختيار معكوس مش هيبقى معانا. ده كده احنا خلصنا اسئله الايزي بتاعت شابتر 6. يلا بينا ننقل على اسئله الميديوم. اسئله الميديوم تعالى لي عند كويستشن نمبر 1 وبيقول لي ان ذا هيدروجين اتوم E8-E2 مالها بالنسبه لE2-E1؟ طب بص كده معايا يا ريس، فانت هتقول جريتر طبعا لان ده نازل من الثامن. استاذنك واحده بس ركز، عشان انا نازل عند ديفرنت سيريزز، انا نازل عند الثاني ونازل عند الفيرست الاول. فاللي بينزل عند الاول ده بيكون ليمون، وليمون بيدي الترا فايلت، واللي بينزل عند الثاني ده بيكون بالمر، وبالمر بيدي فيزيبل. ومن المعروف تبع الالكتروماجنتيك سبيكترم ان طاقه الفيزيبل اقل من طاقه الالترا فايلت، فعشان كده الاختيار الصحيح ان ده يكون سمولر. يبقى لما يكون في ديفرنت سيريسز حضرتك ارجوك ما تتسرعش وتأنى في الحل. واحد تاني هيقول لي ما انا ممكن احسبهم E8-E2، ماشي صح، ما فيش مشكله، بس هتبقى طولت على نفسك السؤال وخدت وقت السؤال، والسؤال مش محتاج الوقت ده كله. بينما في السؤال رقم 2 في الميديم بيقول لي ال E8-E1 وE2-E1، تقول لي انا برجع للاول وبرجع للاول، يبقى انا الترا، كويس قوي، يبقى انا كده ما عنديش مشكله خالص لاني بقارن بين نفس السيريس، فبالتالي مش محتاج ان انا اعمل الحركه اللي فوق لان انا كده كده بطلع الترا فايلت. بس الجاب من 8 ل 1 اكبر من 2 ل 1، يبقى اختار ان من 8 ل 1 اكبر من او مور ذان 2-E1. يبقى خلي بالك في النوعيه دي من الاسئله، لو انا بنزل لتو ديفرنت سيريسز يبقى تقارن بطاقه السبيكترم، وده تعرفه من شابتر 5 الانرجي بتاعت السبيكترم انها بتبدا من الجاما راي اقوى حاجه، اكس راي، الترا فايلت، فيزبل لايت، انفراريد، مايكروويف، وراديو ويف بعد كده. بينما لو بنفس السبيكترم بتقارن بالجاب. كويس. السؤال رقم 8 بيقول لي ان ذا هيدروجين سبيكترم اوف سبيكترال لاين اوف بالمر سيريس، مين عنده اقل فريكوانسي؟ سؤال، هو قال بالمر، فبالمر انا بنزل لليفل الثاني او 2، يبقى 1 ده مستبعد. ايه مستبعد؟ لانه بينزل لليفل الاول. طيب وقال اقل ويف فريكوانسي يعني اقل انرجي، فاقل انرجي يبقى 8 ل 2 ولا 6 ل 2 ولا 3 ل 2؟ طبعا 3 ل 2 دي اقل جيب. طيب
تعالى ناخد question number 9. بيقول لي in the spectrum of Palmer. Palmer يبقى انا بنزل للليفل التاني، يبقى برضو هستبعد اختيار A. smallest wavelength، فانا جاي اقول له smallest wavelength يعني عندي maximum frequency، يعني عندي maximum energy. فماكسيمم انرجي من 6 ل 2 ولا من 3 ل 2 ولا من 8 ل 2؟ يبقى الاجابه هتبقى من 8 الى 2. كلام جميل. تعالى لي لكويشن رقم 13. كويشن رقم 13 بيقول لي ايه بقى؟ According to the classical theory the path of electrons in Rutherford model. اللي خلى بور يعمل الموديل بتاعه ان ماكسويل ورذرفورد اتخانقوا مع بعض، ورذرفورد كان بيقول ان اي الكترون بيلف حوالين النيوكليس وبيكون الالكترون نيجاتيف والنيوكليس بوزيتيف. جه ماكسويل قال له ما هو لو اي تشارجد بارتكل لف حوالين تشارجد بارتكل تاني بيخسر جزء من الانرجي بتاعته في صوره راديشن. حتى انا سايب لك الرسم عشان سهل عليك. فبيفضل يلف 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 وكل مدى الريجيس يقل 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 لحد ما يقع في النيوكليس. دي قاعده اساسيه وخدتها انت دي قبل كده في تانية ثانوي كيمستري، ومفترض كانت موجودة في المنهج القديم بتاع التالتة ثانوي، ومفترض تبقى عارفها قبل ما تدخل على بوهر ليه عمل النظرية بتاعته. يعني بوهر عمل الثيوري بتاعته عشان خاطر يعدل المشكلة اللي حصلت مع رذرفورد، وان يقول ان الالكترون اثناء ما بيلف ما بيطلعش اي انرجي، تمام؟ فطبعا استحال الالكترون يبقى سبايرال، بس هو رذرفورد ما عرفش يفسر النقطه دي فبور راح مفسرها. ولكن يبقى اكوردنج تو كلاسيكال ثيوري بالنسبه لرذرفورد الباث بتاع الالكترون كان مفترض انه يبقى سبايرال، بس هو ما كانش كده، تمام؟ فكنا محتاجين حد يوضح لنا لحد ما جه بور راح وضح لنا الجزئيه دي. النقطه كويشن رقم 17، وهو كويشن برضو مهم في الميديوم. كويشن 17 بيقول لي ايه، تمام؟ ركز كده معايا ونشوف question 17 عندنا بيقول ايه. بيقول لي the spectrum obtained from chromosphere of the sun. هنا خلي بالك بقى في نقطة مهمة قوي. احنا عندنا الشمس كده حوالين منها gases، وهنا في سبكتروميتر بيدرس الراديشن اللي جاي منها قول على الارض او اي حاجه. اذا انا كنت بدرس الراديشن اللي جاي من الصن، فهذا الراديشن هيعدي كده هيتاخد جزء منه في الطبقه دي ويروح بقيه الاجزاء هنا، فيبان كانه ابزوربشن. لو انا بتكلم على الراديشن اللي جاي من الشمس من الصن، بس انا هنا في السؤال ده ما سالتش على الراديشن اللي جاي من الصن، انا سالت على الراديشن اللي جاي من الجازز اللي هي ليها اسم تاني كروموسفير، اللي هي الطبقه الجازز اللي حوالين الصن. فانا ماليش دعوه بقى بالصن دلوقتي، انا ليا دعوه بالجازز دي. طب ما الجازز دي امتص الطاقه، هتطلعها في صوره ابزوربشن بقى ولا ايميشن؟ هتطلعها في صوره ايميشن. يبقى انا ما بسالش على الصن، الصن اه بتطلع ويتاخد منها جزء فيبان ابزوربشن. بينما لو انا لغيت الصن وبتكلم على الجازز او الطبقه الجازز اللي حوالين الشمس، فهي اكيد امتصت، فهتطلع لنا بقى ايه؟ emission spectrum. فتبقى الإجابة ايه؟ line emission spectrum. تمام كده؟ كويس جدا. تعالى question number 19، وبيقول لي عدد الويفز اللي في الثيرد اوربت. انت ما انت خدت في بور موديل ان اي الكترون بيلف بيعمل عدد ويفز ايكوال للاوردر اللي هو فيه. فانا لو في الثيرد اوربت هيبقى عدد الويفز اللي عندي هتكون 3، ولو في الفورث هتكون 4، ولو في الفيفث هتكون 5، وهكذا. ودي نقطة مهمة خلي بالك منها. تعالى بقى لكويشن رقم 20 اللي هو يعني كويشن محترم بصراحه، وبيقول اجاز اوف مونوكروماتيك هيدروجين. الجاز ده حصل له بومباردنج، يعني اتخبط بستريم اوف الكترونز. الالكترونز بتاكسلريت عند بوتنشال ديفرنس بالرقم ده. يعني لما اقول لك الكترونز از اكسلريتد عند البوتنشال ديفرنس بالرقم ده، يبقى حضرتك مشكورا هتعمل الاتي. هتبقى الانرجي عندك بيونت اسمها اي في. يعني لما اقول لك ان في الكترون بنعمل له اكسلريشن تحت بوتنشال ديفرنس، فهيكون الانرجي بنفس الرقم ده بس بالاي في. وخبطنا الكترون في بتاع هيدروجين اتوم اترست. بص بقى يا سيدي هتعمل ايه. ده كويشن رقم 20. احنا رمينا واحد ب 12.75، عايزين ايه الاميشن اللي مش هنعرف نلاحظه cannot be observed. هنقول الاتي، انت كنت عند هيدروجين والهيدروجين طبيعي ما دام ما قالش حاجه انها عند جراوند ستيت،
ورميت الكترون ببوتنشال ديفرنس 12.75. قلنا هو ايه يعني ايه الكترون وفولت، يبقى هيبقى اي في زي ما احنا اتفقنا. كويس جدا. قال ايه بقى كمان، ركز كده معايا، قال ان احنا خبطنا الالكترون اللي هو في جراوند ستيت بالكترون تاني تحت البوتنشال ديفرنس ده، فانت هتعمل نيجاتيف 13.86، ما هو ده طاقه الليفل الاول، ها بلس الله ينور عليك 12.875، ده اي في وده اي في. بص كده الانرجي هتطلع بكام، الانرجي بتاعتنا. فاذا جينا عملنا الانرجي بتاعت جراوند ستيت بلس الانرجي دي هتطلع بنيجاتيف 0.85 اي في. لو جينا نشوف الانرجي دي بتاعت مين، هنلاقيها بتاعت الليفل الرابع. يعني انا اقدر اشتغل لحد الليفل الرابع لكن لسه ما وصلتش للخامس، يبقى اقدر الاحظ ليمن لان هنزل ممكن من الرابع للاول، وهقدر الاحظ بالمر، وهقدر الاحظ باشن للتالت، لكن مش هقدر الاحظ فوند لان فوند بينزل للخامس وانا لسه ما وصلتش للانرجي بتاعته. فدي نقطه مهمه قوي، وده سؤال جميل قوي ناخد بالنا منه، وفكره جديده ما اتقالتش قبل كده. كويس جدا. تعالى لكويستشن 23 وعايزين نثبت فيه فكره غايه في الاهميه. The total energy of electron in the hydrogen atom في ground state، يعني هو حاليا في ال ground state، أي من ال kinetic energy التالية لل first excited state. أول حاجة يعني إيه kinetic energy؟ خدت في chemistry أولى ثانوي وخدنا عموما أن طاقة الإلكترون ال energy بتاعة الإلكترون من energy level اللي هو فيه. يعني لو هو في الانرجي ليفل الاول يبقى الكاينتيك انرجي بتاعته بتاعت الانرجي ليفل الاول، ولو هو في الانرجي ليفل الثاني يبقى الكاينتيك انرجي بتاعته في الليفل الثاني وهكذا. يبقى مبدئيا فيرست اكسايتد ستيت تبقى ليفل كام؟ ركز كده معايا يا حبيبي، فيرست اكسايتد ستيت هتبقى الليفل الثاني. ليه؟ لانه الجراوند ده رقم واحد بتاعه، فاول اكسايتد هيطلع لمين؟ للثاني، صح؟ يبقى الفيرست اكسايتد تعتبر الثاني، والسكند اكسايتد تعتبر الثالث لانه طالع من الاول. فنحسب الانرجي بتاعت الليفل الثاني ماينس 13.6 على 2 باور 2، يعني ماينس 13.6 على 4، نعمل نيجاتيف 13.6 اوفر 4 تطلع نيجاتيف 3.4 اي في، فنختار اجابه سي. تمام، ده كلام جميل جدا جدا جدا. تعالى بقى ندخل على الكويشن اللي بعد كده اللي هو كويشن 26. 26 بيقول لي ايه بقى؟ 26 بيقول لي the lifetime of an electron in the state N2. يعني ايه in the state N2؟ in the state N2 يعني هو excited، لان الجراوند بتاعت الهيدروجين بتكون رقم طبعا واحد، فبيكون في state N2 يعني هو حاليا حضرتك بيكون excited. فاحنا عارفين ان الهيدروجين اللايف تايم بتاعه هو اكسايتد 10 باور نيجاتيف 8 سكند. اوبا، ده ما فيش سكند، يبقى هو محولها، حول من سكند لملي سكند او نانو سكند. هنلاقي ان لو حولنا من 10 باور نيجاتيف 8 سكند الى نانو سكند هنلاقيها بتساوي 10 نانو سكند. تعالى لي للسؤال 25. If radiation of all wavelengths من الالترا فايلوت للانفراريد عدت في هيدروجين اتوم، يعني الهيدروجين اتوم تعرضت لديفرنت سبيكترا بديفرنت انرجي. بص بقى النقطه دي، ات روم تمبريتشر يعني في درجه الحراره العاديه يعني النورمال كونديشن، الابزوربشن لاين اللي هنلاحظها اكيد هتكون لمن. ليه اكيد هتكون لمن؟ لانك عند الروم تمبريتشر انت بتكون عند الجراوند ستيت، والجراوند ستيت بتبقى الليفل الاول. يبقى معناه ان انا لما انزل عند روم تمبريتشر جميع الاكسايتد الكترونز اللي فوق هتنزل من الهاير ليفل للليفل رقم واحد اللي هو الجراوند، فبالتالي هتلاحظ ليمن سيريز. تعالى بقى نكمل، وتعالى لي بقى هنا لكويستشن 28 بيقول لي whenever hydrogen atom emits a photon in Balmer series، يعني اي ما تعمل الهيدروجين بالمر it doesn't need to emit more photon، كذاب، لان لازم هرجع للجراوند ستيت والجراوند ستيت بتاعتي واحد، يبقى لازم هشع ليمن. it may emit another photon in passion. passion ازاي يا حبيبي وانا نزلت الليمن اصلا؟ passion ده الليفلز اللي فوق فمش هينفع. تمام، ولا لازم emit photon في ليمن؟ صح، لازم emit photon في ليمن، لان انا already انا جاي من higher level نزلت بالمر، يعني انا نزلت الليفل التاني بس انا لسه في ground state اللي هو الليفل الاول اللي محتاجة اشعها، فاكيد اكيد اكيد هيجي لي وقت انزل من 2 ل 1 فاعمل ليمن.
values of n1 and n2 for phone series. فيجي الطالب يقول لي انا ما اعرفش يعني، ما هو ما قالش n1 دي الاولاني ليفل الاول وn2 ده الثاني ولا ايه. اقول له حبيبي ركز بس معايا، فوند لازم اكون في الليفل الخامس، وفوند سيريز ده امشن يعني باجي من فوق لايه لتحت. فتخيل كده انا قلت لك احتمالات فوند، فوند ان انا في الليفل نمبر 5 وقدامي قبلي يعني فوقي ليفل نمبر 6 وفوقي ليفل نمبر 7، فبالتالي هنزل من 6 ل 5 ومن 7 ل 5. يبقى ايه الارقام بتاع البرنسبل انرجي ليفلز اللي هتبقى متاح الانتقال ما بينها؟ هتبقى ما بين ال5 وال6 وال7. يبقى 4 يا حبيبي مش معانا ولا 2 معانا، يعني ما هو 2 ده ليفل تاني تحت خالص، انا قلت لك فوند من 5 ل 7، ولا سي معانا ما عندناش الا ايه بغض النظر مين ان 1 ومين ان 2. ده سؤال بديهي لازم تاخد بالك منه وما تقفلش دماغك على تفكير معين وتخلي دماغك كده فايقه وانت بتحل. الناس عندها مشكله في question 61 يقولي the diagram shows a college tube used to produce X-ray. Which of the following is emitted from component 2؟ بص يا حبيبي component 1 دي بتطلع electrons، والالكترونز بتروح تخبط في التارجت. اما التارجت لما بيخبط فيه الالكترون بيروح مطلع لنا ايه بقى حضرتك؟ X-ray يعني photons، يبقى بالتالي option B ما فيهاش مشكلة. تمام؟ وطبعا دايما ال V هنا اكبر من ال V على الكاثود والانود لانه بيجمعهم هما الاثنين. والالكترونز بتطلع من هنا عشان دي اسئله ثانيه هتلاقيها بالثيرمو ايونيك ايميشن، ان احنا بنسخن الفيلمنت الكاثود يطلع الكترونز، بينما هنا بيحصل كولجن فياخد انرجي كفايه الالكترون اللي جوه يطلع لليفل اعلى يستبدله بالكترون ثاني ينزل ليفل اعلى الاقل فيطلع لنا فرق الانرجي، عشان تعرف تحل النوعيه دي من الكويستشنز. السؤال اللي بعد كده بيقول لنا هو كويستشن زي ما انتم مختارين 73 ما فيهوش اي مشكله خالص غير القدره على التركيز او دقه شويه. The figure show a part of absorption spectrum of hydrogen. The absorption line marked A is 410.2 يعني 410.2 نانومتر، ده الابزوربشن. In Balmer series, which of the following is the width of emission from point where intensity equals zero? Intensity equals zero يعني مفيش ضوء يعني dark. للسايد التانية اللي فيها الانتنسي بتساوي زيرو، يعني عايز سمك الحتة المظلمة. الويث بتاع الحتة المظلمة، ما هي انتنسي بزيرو، انتنسي بزيرو يعني مظلمة. فيبقى الحتة المظلمة اللي هي الحتة دي كده. طيب هنشوف الحتة دي بادئة من كام؟ من أول هنا لحد هنا، هنعد عدد الشرط. هنلاقيها 0.7 نانومتر يعني 7 شرط، وما بين كل شرطه وشرطه نانومتر هي هتلاقيها واخده 7 شرط كده بالمسطره، يبقى معنى كده انها 0.7 نانومتر. تعالى لي الكويستشن ده بقى، بيقول لك the figure shows 6 spectra of visible light. Which of them are emission spectra؟ emission بيبان كانه شروط منوره في خلفيه مظلمه، لان هو اللي بيطلع الراديشن، هو اللي بيمت الراديشن. فيبقى عندي سبيكتروم دي وسبيكتروم اف، يبقى انسر A. مين ابزوربشن؟ يجي الطالب المتسرع يقول لك بس الباقي A B C E. لا يا حبيبي، هيبقى A و C و E لان هم عباره عن برايت باك جراوند وفيهم خطوط مظلمه نتيجه الابزوربشن، يبقى هيبقى A و C و E. كويس، اللي هي انسر E. امال B ده عباره عن ايه يا حبيبي؟ بص كده B كويس، ده ما فيهوش اي خط اسود ولا اي حاجه، ده كونتينوس سبيكتروم يا بابا، زي اللي بيطلع من اللمبه او من البلاك بودي. تمام، يبقى ده بي. question 93 which source is associated with line emission spectrum. line emission spectrum بيبقى محدد للاتوم وكاركترستيك ليها. sun حضرتك ده بيدي كونتينوس فمش معانا. الريد ترافيك لايت بيدي لايت عادي كونتينوس، ازاي ده لونه احمر؟ لا يا حبيبي، ده بيبقى لمض عاديه، اشاره المرور بتبقى لمض عاديه وقدامها ازازه حمراء او ازازه خضراء او ازازه صفراء، فبتخلي الضوء اللي طالع اصفر او اخضر او احمر، لكن هي ضوء عادي، لايت عادي جدا. الكتريك فاير برضو بتطلع كل الراديشن. اما النيون ستريت ساين، النيون لان احنا بنعتمد فيها ان بنعمل اكسايتيشن للنيون اتوم، وهذه النيون اتوم بعد ما بنعملها اكسايتيشن بتطلع ليفل اعلى، بعدين بتعمل ريلاكسيشن فبتدينا اميشن، فدي بتدي لاين اميشن. اما الريد ترافيك لايت بيكون عباره عن له ضوء عادي كونتينوس، ولكن الضوء ده بنحط قدامه ازاز ملون فبيغير لون الحاجه اللي موجوده. تعالى بقى بعد كده ننقل على الامتحان الاسبوعي بتاعنا،
احنا اخرنا شويه عشان العيد، كل سنه وانتم طيبين. امتحان الاسبوعي بتاعنا اللي هو على شابتر 5 و6، يلا بينا بسرعه ان شاء الله نحل الامتحان ونكتسب منه بقى مسائل وتشوز وشويه حاجات كويسه، يلا بينا. الكترون الاكزام الاول اللي هو بتاع 5 و6 بيقول الكترون موفز وذ فيلوسيتي في اندر بوتنشال ديفرنس في كابيتال. If the potential difference is increased to 2V, the electron velocity جرالها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نروح قايلين ان قانون ال velocity زي ما انا علمتك equal root 2EV over M، جاي من ايه؟ من half MV square equal EV. ففي الحالة الاولى ال velocity الاولى هسميها ايه؟ velocity، ممكن اعوجها سنة بس عشان تاخد بالك كده، equal to الاي معانا والفي هو سماها في كابيتال، نخليها كده عامل لها تاج على ام. ايه بقى الحاله الثانيه؟ ممكن نسمي دي في اولد بقى اللي هو عايزها. الحاله الثانيه ان حضرتك بمنتهى البساطه جرى ان انت زودت البوتنشال ديفرنس الى 2V، يبقى 2A اهي، الله ينور عليك، ونشيل الفي ونحط 2V كابيتال، ممتاز جدا على ام. الهدف ان انا بقى اشوف هو قدها ولا ضعفها ولا ايه، ممكن اقسم ده على ده واعمل ريشيو، او ممكن احافظ على نفس الشكل. ازاي اخلي ها 2EV over M؟ بص كده 2EV over M يبقى لي كام؟ 2. طيب ال 2 دي مش هي تعتبر كأنها root 2؟ اه، يبقى كأن ده root 2 في root، ايوه، EV over M. طب ما EV over M وهي مضروبة في 2، دي الفي القديمة، يبقى انا الفي الجديدة بتساوي root 2 في القديمة، يبقى هنختار اوبشن بي. كويس جدا. السؤال اللي بعد كده، to increase the light intensity بتاع الفاينل ايمج على الفلورسنت سكرين في الكاثود ري تيوب. الكاثود ري تيوب كان بيطلع الالكترونز من الفيلمنت، ولما يطلع بيقابل بقى جريد وبيقابل انود. المهم ان الجريد دي كان البوتنشال بتاعها نيجاتيف، فبعدين بيبدا يتقابل على فلورسنت سكرين. طبعا لما كان البوتنشال كل ما زودنا النيجاتيف كل ما حصل ريبالشن اكتر، كل ما معرفتش توصل الى السكرين. بس انا قلت لك كل ما زودنا النيجاتيف، لكن هنا انا عاوز ازود الانتنستي، يعني ما اخليش الجريد تقاوم ده، ما اخليش الجريد تقاوم ده، يعني انا اقلل النيجاتيف. وانت عارف ان اي نيجاتيف بوتنشال يصاحبه ان هو لو بوتنشال، واي بوزيتيف بوتنشال يصاحبه ان هو هاي بوتنشال. فانا عاوز اخليها تبقى سريعه او تخليها تعدي الكترونات اكتر، فانا عايز البوتنشال البوزيتيف يبقى كتير واقلل النيجاتيف. فانت عارف لما اقول لك كلمه انكريز بوتنشال يبقى انا بزود البوزيتيف وبقلل النيجاتيف، تمام؟ ديكريز بوتنشال، اه، يبقى انا ايه؟ بزود النيجاتيف وبقلل البوزيتيف. فهيبقى الاجابه انكريز بوتنشال اوف جريد، فده معناه ان انا كده بزود البوزيتيف تشارج او البوزيتيف بوتنشال بتاع جريد، فبقلل النيجاتيف، فما بيحصلش ريبالشن، فالانتنسيتي بتزيد. سؤال رقم 3، اكوردنج تو ذا، طبعا السؤال ده في الامتحان بتاع الثانويه العامه اما جه في امتحانات التجريبي ما جابهاش عايمه كده، وفي الكتب المرجعيه بره ما بيجيبهاش بوتنشال كده عشان يبقى السؤال واضح. بيقول انكريزنج نيجاتيف بوتنشال او بص بوتنشال، فبيكون الموضوع واضح. كريزنج نيجاتيف يعني انا بزود في النيجاتيف، يعني انا كل مدى بعمل ريبالشن اكتر، لكن لو ديكريزنج نيجاتيف بعمل ريبالشن اقل، وبيكون الموضوع ايه؟ اوضح، ما فيهوش تخمينات. ولكن احنا كده اشتغلنا على القاعده الجينيريك العامه بقى. According to the experiment concerned with the photoelectric effect، اهم حاجه ترجع الحل بتاعك للظاهره، يبقى انا بتكلم على photoelectric effect، خلي بالك. Which of the following will increase the kinetic energy of electron ejected from metal؟ انا قلت بقول للولاد بتوعي قاعده مهمه قوي. ايه القاعده؟ بقول لهم في الفوتوالكتريك افكت لو النيو less than نيو سي كده كده اصلا مفيش افكت، وما تصدعش دماغك، مفيش حاجه هتطلع. اما لو النيو more than نيو سي عندك two options. فكنت بقول للولاد كده، الانرجي تزود الانرجي اللي زيها، والانتنستي تزود الانتنستي اللي زيها. فيجي واحد يقول لي مش فاهم، اقول له يعني حضرتك لو زودت الانرجي بتاعت اللايت اللي واقع اكيد الكاينتيك انرجي بتاعت الالكترونز اللي طالعه هتزيد، لكن الانتنستي ملهاش دعوه. ولو زودت الانتنستي بتاعت اللايت اللي واقعه اكيد الانتنستي اوف الكترونز ايه؟ هتزيد.
لكن لو زودنا الانرجي ما تاثرش في الانتنسيتي، تاثر في الكاينتيك انرجي ازاي، وزودنا الانتنسيتي ما تاثرش في الكاينتيك انرجي، تزود في الانتنسيتي ازاي، فالانرجي تزود في الانرجي والانتنسيتي تزود في الانتنسيتي. فاحنا عايزين نزود الكاينتيك انرجي، يبقى اكيد عايز ازود الانرجي اللي واقعه. طب ازود الانرجي اللي واقعه، ما هي الانرجي بتساوي اتش نيو او اتش في سي على لامدا، يعني اما ازود الفريكوانسي او اقلل الويف لينث لانه انفرس معاه. هنا بيقول ازود الويف لينث يبقى الراجل ده كذاب، هنا بيقول ازود الفريكوانسي الراجل ده محترم، يبقى دي الاجابه الصحيحه. ازود عدد الفوتون هنا يقصد بيه الانتنسيتي، واحنا اتفقنا ان الانتنسيتي بتزود الانتنسيتي مش الكاينتيك انرجي، يبقى الاجابه الصحيحه هتكون بي. تعالى لي بقى للكويشن اللي بعد كده، كلام رائع وجميل جدا. الكويشن اللي بعد كده بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر ذا ريليشن ما بين الكاينتيك انرجي لفوتو الكترون والفريكوانسي. احنا عارفين كلنا من المنهج ان الاي كده بيرمز للورك فانكشن والبي بيرمز للكريتيكال فريكوانسي. خلي بالك ليه اسم تاني بيغيب عن الولاد اسمه ثريشولد فريكوانسي، ما بقاش يتكرر كتير مش عارف ليه يعني. فلما نيجي نجيب السلوب، السلوب بتاع الجراف اللي هو عايزه ده او الريشيو ما بين اي على بي، تمام، اللي هو هيكون اي دبليو على نيو سي، اكيد هيساوي اهو اكتب لك الرول اي دبليو بتساوي اتش نيو سي، يبقى اي دبليو اوفر نيو سي بتساوي اتش، يبقى بلانك كونست. كلام جميل جدا. السؤال اللي بعد كده، فركز في الحاجات دي الله يكرمك عشان مهمه جدا. The graph show the maximum kinetic energy for emitted electron من بوتاسيوم ميتال، يعني انا اصلي عندي بوتاسيوم. فإذا دققت يا حبيبي هتلاقي إن الجراف اللي قدامك ده بيوضح البوتاسيوم عند تقريبا، بص كده، بص نشوف معايا كده، أدي أهو جاي 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 يعني قاطعين هنا تقريبا 4.5، يعني كده ده معناه إن الكريتيكال فريكونسي بتاع البوتاسيوم كي يعني 4.5 تايمز 10 باور كام؟ 4 لانها مضروبه في 10 باور 4 هرتز. ده كلام رائع. Which of the following graph بيوضح الكوركت كومباريزن لما نبدله ببوتاسيوم الورك فانكشن بتاعته بالرقم ده؟ طب ثواني كده خلينا نتاكد. هنا يا حبيبي الورك فانكشن اهي، مش ده يدل على الورك فانكشن؟ هنا الورك فانكشن بتاع البوتاسيوم ماينس 1.8، الماينس دي عشان بس دايركشن في النيجاتيف وول. هنا احنا بدلناه بميتال عنده ورك فانكشن اعلى، يعني ده عنده هاير ورك فانكشن، ممتاز. فطبيعي يا حبيبي يبقى عنده هاير ايه؟ كريتيكال فريكونسي، ممتاز، يعني هيبقى عنده كريتيكال فريكونسي بتاعه اعلى من البوتاسيوم. طب الكريتيكال فريكونسي بيزيد وانا ماشي كده، ده كلام جميل، يعني المفروض يبقى هنا مترحل بقى بعد مكان ده، يعني ده لو بوزيشن 1 هيبقى بعد بوزيشن 1 مش قبله. ده كده هاكس لان المفروض احنا بنمشي ستريت لاين، وده هاكس برضه لان احنا بنمشي ستريت لاين مش بنقطع كده مع بعض. يبقى انا لما بين اوبشن سي لدي، طيب السيلفر بقى اعلى في كريتيكال فريكونسي ولا اقل؟ اعلى، يبقى ياخد فاليو اعلى فنختار اختيار سي. بهدوء كده وتتحل المساله ما فيهاش اي مشكله. نيجي للكويشن اللي بعد كده، وهو كويشن بيتكلم، اتفقت ان دي اسئله في بعضها من الكتاب وفي بعضها من دليل التقويم عشان نبقى متابعين الوزاره والحاجات دي. بيقول لك ان ذا كومبتون سكاترنج ذا سكاترد فوتون عنده انرجي كذا، يبقى دي الانرجي بتاعه السكاترد فوتون، سكاترد يعني بعد الكوليجن، فاكتب انرجي سكاترد فوتون. والسكاترد الكترون بالرقم ده، يبقى ده انرجي سكاترد الكترون. عايز الانرجي اوف انسيدنت فوتون. يا حبيبي ده الموضوع لطيف قوي، مش انت بنفسر بحاجه اسمها يا سيدي الفاضل اسمها كونزرفيشن لو، مش ده كومبتون؟ قلت لك ارجع الحاجه للظاهره بتاعتها، لو اوف انرجي او كونزرفيشن لو اوف مومنتوم، يعني اللي هو بيقول ان الانرجي بيفور ايكوال انرجي افتر، يعني الكاينتيك انرجي بلس، تمام كده، الانرجي بتاعه الفوتون والكاينتيك انرجي بتاع الالكترون بتيكوال الكاينتيك انرجي بتاعه الالكترون بلس الانرجي بتاع الفوتون قبل وبعد. طب يا حبيبي انت فاكر كومبتون كويس؟ فاكر كومبتون كويس حبيبي. كومبتون كان بيقول ان انت بتخبط باكس راي
او جاما راي الكترون اترست، اي ان ليس لديه طاقه قبل الكولجن. والانرجي بتاعت الفوتون معانا عايزين نجيبها، لان ده الانسيدنت قبل ما يخبط. والكاينيتك انرجي بتاعت السكاترد فوتون الراجل ادهنا، او الكاينيتك انرجي بتاع الالكترون الراجل ادهنا 40 كيلو الكترون فولت كي كيلو، والانرجي بتاع الفوتون 120. الله ينور عليك. كي اي في يعني كيلو الكترون فولت، يبقى كلها تطلع 100 كام؟ 60 كيلو الكترون فولت. ده بيساوي الانرجي بتاع الفوتون انسيدنت. يبقى نختار اني اوبشن، نختار اوبشن سي. سؤال اللي بعده بيقول لي ان ذا كومبتون افكت ذا بارتكل بروبرتي اوف فوتون ابروفد. هي بارتكل بروبرتي ابروفد ليه؟ لان احنا بنجيب فوتون بيخبط في الكترون، فهنا كوليجن، هنا بيتعاملوا كانه تصادم حضرتك، يعني ده تصادم. فده كان بيتفسر يا اما بكونزرفيشن لوف انرجي او مومنتم. هنا عندنا مومنتم فنختار اجابه بي. تعالى بقى ندخل على الكويشن اللي بعده. الكويشن اللي بعده بيقول لي ان اكس راي فوتون عنده حضرتك انرجي اي وويف لينث لامدا، نقدر نقول عن المومنتم ايه؟ حبيبي بما انه فوتون، بص هعمل لك حاجه جميله قوي، يبقى ينفع نستخدم له كل اينشتاين رولز. ايه ده، هو في حاجه ما ينفعش استخدم لها اينشتاين رول؟ ايوه حبيبي، انت قلقاسه ولا ايه؟ الالكترون يا بابا، الالكترون ما ينفعش، الالكترون ده بارتكل، ما ينفعش استخدم له قوانين اينشتاين اللي بتعتمد على السي اللي هي سبيد اوف لايت. يعني اذا قوانين اينشتاين لا تستخدم الا للفوتونز. لازم تبقى فيها النظر، الله يكرمك، مش مجرد مسائل وبتعوض. المومنتم بتيكوال ايه على سي سكوير؟ غلط، القانون كان بيقول ان ايه ايكوال ام سي سكوير. ارجع بقى، راجع القوانين، يبقى ام بتساوي ايه على سي سكوير مش مومنتم، اما المومنتم بتساوي ايه على سي صح. ومن دي براولي ايكويشن مومنتم بتساوي اتش على لامدا صح، يبقى الاجابه الصحيحه هتبقى بي ان سي. تعالى ندخل على الكويشن اللي بعده. ذا ويف لينث اوف الكترون، ممتاز، has been accelerated عند potential difference كذا، يبقى هو بيساوي ما بين الويف لينث، صح ولا غلطان، والبوتنشال ديفرنس. ما عنديش غير علاقه واحده، ده كده كانه الكترون مايكروسكوب. ما هو اللي بيحصل له اكسلريشن ده في الالكترون مايكروسكوب او الكاثود راي تيوب، فاقول ان الكاينيتيك انرجي ايكوال اي في، ما ده قانون الكترون مايكروسكوب. لازم ترجع الحاجه اللي ظهرتها عشان تعرف تجيب الرول صح، عشان هي مشكله المودرن انك مش بتعرف تستخدم اني رول امتى. فلو الكترون مايكروسكوب او كاثود راي تيوب الكترون بيتسرع فيها، يبقى بنعمل بوتنشال ديفرنس نسرعه، يبقى عنده كاينيتيك انرجي. اما في الاكس راي بنقول اي في ايكوال اتش نيو، لكن احنا هنا مش اكس راي، يبقى هاف ام في سكوير بتساوي اي في. او يا بابا القانون اللي انا علمته لك ان في بتساوي روت 2 اي في اللي هو جاي من هنا على ام. طيب يا حبيبي، يبقى 2 تشارج اوف الكترون محفوظه، البوتنشال ديفرنس كام يا امور؟ 100. الماس بتاع الالكترون محفوظه 9.1 في 10 بار نيجاتيف 31، ودي احد الحاجات اللي بتلخبطك انك بتبقى ناسي اصلا الكونستنس. يبقى الفيلوسيتي تطلع 5.9 تايمز 10 بار 6 متر بير سكند. ما خلصناش، انا عاوز الويف لينث. فالويف لينث يا امور بتساوي اتش على مومنتم ام في ان، 6.625 تايمز 10 بار نيجاتيف 34، ده الاتش. الماس بتاعة الالكترون محفوظ يا امور 9.1 تايمز 10 باور نيجاتيف 31، الفيلوستي مشكورين لسه جايبينها حضرتك، تعوض يطلع معاك اللمدة ب 1.234 تايمز 10 باور نيجاتيف 10 متر. اوبا، مش موجودة، لا يا حبيبي اصحى، ده بالمتر وده بالانجستروم، انجستروم انجستروم نانومتر. تعالى بما انهم كلهم انجستروم، تعالى الاول نحاول انجستروم. بحاول ازاي؟ بص يا حبيبي، من متر الانجستروم بضرب في 10 باور 10 لان جاي من كبير لصغير، بينما من انجستروم المتر بعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 10. فبالتالي انا بحول من متر الانجستروم، فهحول من حاجه بيج لحاجه سمول، يبقى هضرب في 10 باور بوزيتيف، 10 باور بوزيتيف هضرب ده في ده، يدينا تقريبا 1.2 انجستروم، اللي هي هيكون اوبشن سي زي ما احنا اتفقنا وقلنا على الجزئيه دي في الانجستروم. تمام. طيب، طب ليه استخدمت الانجستروم الاول؟ لاني ناصح، لان حضرتك يعني لو انت تحش، اسف في اللفظ، يعني
هتبص تلاقي نفسك ان انت بدات بالنانو اللي هو الوحيد اللي هو اقليه. يا ابني ابدا، وفر وقت، ابدا بالحاجات اللي هي الاساسيه اللي عندك زي الانجستروم دي، شوف لو ما نفعتش يبقى نجرب في الحاجه الوحيده الفرعيه اللي هي النانو متر بعد كده. تعال بقى للكويشن اللي بعد كده، وهو كويشن رائع وبيتكلم على دي براولي. دي براولي احنا في شابتر 5 كده، لازم ترجع في المودرن للمره المليون الحاجه للظاهره او الفينومينا اللي انت درستها. بقول لك if the kinetic energy of the body increased 16 times. طب يا حبيبي ما هو يحصل ايه للبرسنتج اوف تشينج فور ويف لينث؟ طب هو عايز الويف لينث من دي براولي، تيجي تقول لي اللمدا بتساوي اتش على ام في، طب ده كلام ممتاز، يبقى انا عايز اعرف حصل ايه للفيلوستي. كده انت بتفكر صح. طب يا ترى ايه علاقه الفيلوستي بالكاينتيك؟ ابدا يا سيدي، الفيلوستي بتساوي 2 كاينتيك انرجي اوفر ام. لان خلي بالك ان الكاينتيك انرجي بتساوي ايه، بص كده هاف ام في سكوير، يبقى الفي سكوير بتساوي 2 كاينتيك على الماس وناخد لها الروت. اذا الفي عشان نجيب الريشيو بتاعتها لازم ناخد روت الكاينتيك، فكاننا خدنا روت ال 16. ما هو الباقي كونست. يعني معنى كده ان الفيلوستي زادت كام مره؟ 4 مرات مش 16 مره، لان هي الفيلوستي بناخد روت الكاينتيك. فمعنى كده ان الفيلوستي زادت 4 مرات، فيبقى اللمدا بتساوي اتش على ام في، والفي زادت 4 تايمز، يبقى اكيد اللمدا تقل كام مره؟ تقل كوارتر. فيجي الطالب يروح مختار 25، يروح واخد على قفاه. غلط. ليه؟ ركز بقى معايا في اللي انا هشرحه لك ده دلوقتي. في فرق لما اقول لك، ركز في اللي انا هقوله ده. احنا خلاص وصلنا ان احنا قلنا ربع. في فرق بين لما اقول لك increased 2 او decreased 2 و decreased by. decreased 2 يعني انت بقيت ايه؟ يعني انا كان معايا 100% بقيت 25%، قليت الربع. decreased by ما بيسالش ان انا بقيت ايه، بيسال انا قليت بقد ايه. فانا بجيب الفرق، بجيب 100 minus 25 يبقى 75. زي بالظبط ما اقول لك كان معاك 50 جنيه اديتك 300 جنيه، بقى معاك كام؟ شوف شوف السؤال بقول لك بقى معاك كام، فانت هتقول لي بقى معايا 350. طب لو انا جيت بقى سالت لك قلت لك هو الفلوس اللي في جيبك زادت بقد ايه؟ نسبه التغير هتقول لي زادت 350 ناقص 50 300. هنا بقى تعالى بص بيقول ايه بقى؟ the percentage of change اتغير بقد ايه؟ فانت تقول لي احنا كنا 100% بقينا 25%، فمقدار التغير اللي تم هنا نزلت من 100% للربع اللي هي 25%، يبقى انا اتغيرت ب 75% واتعود تقرا السؤال. اما لو كان في نفس السؤال ده قال decreased to كام؟ كنا قلنا decreased to quarter، quarter اللي هي 25%. تعالى للكويستشن اللي بعد كده اللي هو حاجه مهمه قوي بالنسبه لك. بيتكلم على الريشيو ما بين الكاينتيك انرجي اوف الكترون اند اتس فيلوستي. السؤال هنا بيقول لي ذا ريشيو بتوين كاينتيك انرجي اوف الكترون تو اتس فيلوستي. طب ركز كده يا حبيبي معايا، هتقول لي الكاينتيك انرجي بتساوي ايه؟ جدع، هاف ام في سكوير تو اتس فيلوستي، يعني هقسم على في. فلما اقسم على في هقسم هنا على في برضو، فيبقى كانها بص بقى بص بص بهدوء شديد، كان طيرت الفي مع واحده من السكوير، فاصبحت الريشيو دي هاف ام في. جدع. طب ما هو الام في دي يا حبيبي مومنتم. يبقى هاف المومنتم، لسه ما وصلناش في اتش ولامدا، يبقى هو فك المومنتم بدي براولي، يبقى هاف المومنتم اتش على لامدا، فتبقى الاجابه اتش اوفر 2 لامدا. يبقى اخترنا اختيار رقم ايه؟ عايز هدوء مش عايز تسرع. The ratio between the dimension of viruses seen by electron microscope to the wavelength of the wave associated with the motion of electron beam is. طيب هو بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على الموديل اللي اسمه microscopic model. الميكروسكوبيك موديل كان بيقول ان احنا عشان نقدر نشوف الفيروسات او نشوف الفيروسز في الالكترون مايكروسكوب لازم السبيسز اللي ما بين الموليكولز بقى والاتومز تكون مالها اكبر من الويف لينث، يعني لازم الويف لينث اللي يخترق يبقى اصغر من السبيسز عشان يعرف يعديها. فده معناه ان الويف لينث اقل من السبيسز بتاعه الفيروسز،
يبقى معنى كده الدايمنشن بتاع الفيروس مور ذان الدايمنشن بتاع الويف لينث، فتبقى الاجابه جريتر ذان 1 لانه قال الريشيو بين الدايمنشن بتاع الفيروس للويف لينث. تمام، كويس جدا. تعالى ندخل على الكويستشن اللي بعد كده اللي هو بيتكلم على التيبل ده. ذا تيبل اللي قدامنا ده بيريكورد الانتنسيتي والفريكوانسي بتاع A و B و C in certain spectrum. كل radiation بيعمل illumination لmetallic surface والwork function بالرقم ده. أي من ال radiations A, P, C is able to free greatest number of electrons. حلو، هو قال نقطة مهمة، هو عاوز يحرر أعلى عدد من الإلكترون، يعني أعلى intensity، فبالتالي لازم يكون اللايت اللي واقع يكون عنده highest intensity، ولكن لو حد اختاره هاي على طول هيبقى حرام عليه. ليه بقى؟ ركز كده معايا. لو حد اختار هاي على طول هيبقى حرام عليه، لسبب، لان حضرتك ما تاكدتش اذا كنا احنا اقل من الكريتيكال ولا لا. ما انا لازم اعرف اذا كنت اقل من الكريتيكال ولا لا. وطبعا كل شيء بيفسر نفسه، يعني دي ظاهره فوتو الكتريك افكت زي ما قلت لك اهو، بترجع الحاجه لظاهرتها. فالاول يا حبيبي خلينا نجيب نيو سي اللي هي بتساوي اي دبليو على اتش، فال اي دبليو 3.056 من هنا اهي تايمز 10 باور نيجاتيف 19 على اتش اللي هي 6.625 تايمز 10 باور نيجاتيف كام حضرتك؟ ايوه 34، هت ايكوال 4.6 تايمز 10 باور 14 هرتز. الله، ده الاولاني اقل، خلاص يبقى ايه مستبعد، بس ده هاي انتنسيتي يا حبيبي ماليش دعوه، ما دام اقل من الكريتيكال فريكونسي ملوش لازمه بالنسبه لي. يبقى انا عندي تو اوبشن، لا ده لا ده، يبقى اختار ده ولا ده، الاثنين اعلى، احنا بقى ناخد اعلى انتنسيتي فيهم اللي هو الميديم، فنختار بي، لان انا عايز احرر برضو اكبر عدد من الالكترون. السؤال اللي بعد كده بيقول لي، وده بقى مسألة، consider a beam of light الباور بتاعه 1 watt، ده باور. الويف لينث بتاعه 800 نانومتر، ايه رأيك نحولها بان احنا نضربها في 10 باور نيجاتيف 9؟ احسب لي الفريكونسي بتاع اللايت والفوتون انرجي بتاعة الفوتون في البيم. هتقول لي بمنتهى البساطه حضرتك عايز الفريكوانسي، فالفريكوانسي نيو ايكوال اي سي اوفر لامدا لانه لايت او فوتون، يبقى 3 تايمز 10 باور 8 على اللامدا اللي هي 800 تايمز 10 باور نيجاتيف 9 لانها بالنانو، تطلع 3.75 تايمز 10 باور كام 14 هرتز. طب وعاوز الانرجي، الانرجي يا حبيبي تساوي اتش في نيو، ال H معانا 6.625 تايمز 10 باور نيجاتيف 34، رقم كونستنت، والنيو سعادتك لسه جايبه 3.75 تايمز 10 باور 14، تطلع معانا الانرجي ب 2.48 تايمز 10 باور نيجاتيف 19 جول. ولو عايزها بالاي في هنحول، ولو انت ما بتعرفش ازاي نحول من جول الى اي في، تمام، احنا من جول لاي في بنضرب في 1.6 في 10 باور نيجاتيف 19، ومن اي في لجول العكس بنعمل ديفيجن 1.6 في 10 باور نيجاتيف 19. المومنتم اوف فوتون، المومنتم اوف فوتون. طب يا حبيبي ما هو قال فوتون، قال ايه؟ فوتون. يبقى انا معايا، ما دام قال فوتون يبقى معايا سرعه الضوء، فالمومنتم بتساوي ايه؟ او في قبلها اسف ماس وفوتون، نجيب الماس. الماس بتساوي ايه على سي سكوير؟ يعني ينفع استخدم قوانين اينشتاين زي ما قلت لك من شويه، صح ولا غلطان؟ فبالتالي الاي جبناها ب 2.48 تايمز 10 باور كام حضرتك؟ نيجاتيف 19 على سي 3 تايمز 10 باور 8 اول باور 2، تطلع معانا الماس بتاعه الفوتون ب 2.76 تايمز 10 باور نيجاتيف 36 كيلو جرام. المومنتم بتاع الفوتون عادي جدا سهله، هتقول لي المومنتم بتساوي اتش على لامدا، الاتش ب 6.625 تايمز 10 باور نيجاتيف 34 على لامدا يا حبيبي هتكون بكام بكام بكام؟ جبناها فوق اهي 800 تايمز 10 باور نيجاتيف 9، تطلع معانا المومنتم ب 8.28 تايمز 10 باور نيجاتيف 28 كيلو جرام في متر بير سكند. أو نقول إن المومنتم بتساوي ام في سي، ومعانا الام ومعانا السي نقدر نحل. عدد الفوتون كل ثانية.
عدد الفوتون كل ثانية نقدر نجيبها من قانون ان عدد الفوتون كل ثانية يعتبر فاي ال. ايوه ركز، ده بتاع كومبتون ده، خلي بالك. واحنا كان عندنا قانون بيقول ان اي تايمز فاي ال بتساوي باور، والباور ب 1، والفاي ال مش معانا، والاي جبناها ب 2.48 تايمز 10 باور نيجاتيف 19، نودي ده بالديفايد تطلع معانا الفاي ال. طيب عاوز الباور، الفورس اسيد بتاع الفوتون، الفورس بتساوي 2 باور على السي، وما تتخضش من المطاليب الكتيره دي، بتبقى اسهل المسائل وبتحل المساله معاك ما فيهاش اي مشكله خالص كده. ده كان نص الاكزام الاول الخاص بشابتر كام يا يا دكتور ويا دكتوره؟ تمام، بشابتر 5. تعالى للنص الاكزام الثاني وهو الخاص بشابتر 6. بص يا باشمهندس، velocity of the light C وبلانك كونستنت معانا، والالكترون تشارج ومعانا ماس اوف الالكترون. ذا الكترون ان هيدروجين اتوم ان جيفن ليفل، مدينا الراديوس ده حضرتك. عايزين المومنتم بتاعة الالكترون. طيب اجيب المومنتم بتاعة الالكترون ازاي؟ تقول لي المومنتم بتاعة الالكترون بتساوي اتش اوفر لامدا. يبقى انا عندي مشكلة رهيبة وكبيرة عندي في اللامدا. طب اجيب اللامدا منين؟ ما احنا عندنا قانون قلنا ان 2 باي ار ايكوال ان لامدا. طب اعرف منين الان؟ قلنا كل اتنين بابل بموجه. ازاي؟ طب ما انا ما اعرفش الان يا حبيبي. ما هو الان ده اما الاوردر بتاع الليفل اللي هي مش واضحه من هنا، او اما ايه؟ اما الاوردر بتاع الليفل او عدد الستاندنج ويف، والستاندنج ويف كان شكلها بيبقى عامل كده. تو بابلز كده اتنين راكبين على بعض. فانا اعتبر كده، عايز تتخيلها ايه؟ اعمل ايه رايك كده؟ اعمل كده اهي، شوف خدت بالك اهي، كانك عملت كده اهي. يبقى كده عندي واحد اتنين، ادي موجه وادي الثانيه، يبقى انا عندي كده اهي اتنين بابل اهي واتنين بابل، يبقى عندي اتنين لامدا، يبقى 2 باي ار ايكوال 2 لامدا. تزيد ال 2 مع ال 2 يبقى اللامدا بتساوي باي ار. قال لك عوض عن الباي ب 22 على 7. الار بالمتر مش محتاجه اي مشكله. نعوض بقى هنا 6.625 تايمز 10 باور نيجاتيف 34 على الرقم ده. نحسبها. هتطلع خدنا ده كده عوضنا بيه اهو، ده اللمبة طلعت معانا الإجابة 9.98 تايمز 10 باور نيجاتيف 25 كيلو جرام متر بير سكند، يبقى أوبشن سي. تمام كده. السؤال اللي بعده، ان الكترون موف ان شيل ان ايكوال 4، النيوكليس بتاعه الهيدروجين اتوم اكومبيند باي ستاندنج ويف، ويف لينث بتاع لامدا، الراديوس بكام؟ يعني ما كانش لازم يقول ان ايكوال 4، لان كان ممكن نعدهم من هنا، ما هو كل اثنين بواحده، ادي واحد اثنين سوري 3 4، فاقول ان لامدا ايكوال 2 باي ار، يبقى 4 لامدا ايكوال 2 باي ار، يبقى الار ايكوال 4 لامدا اوفر 2 باي، يبقى 2 هنطير دي مع دي بقى فوق 2 لامدا اوفر باي، فهتكون اجابه بي. ندخل على الكويشن اللي بعده. الكويشن اللي بعده بيقول لي in the following energy level of the diagram of hydrogen atom which transition will give an emission of photon with the shortest wavelength. shortest wavelength يعني اعلى انرجي. اعلى انرجي، بص القاعده كده، ما دام عندك ديفرنت سبيكترال هات اعلى سبيكترال انرجي فيهم. فاعلى سبيكترال انرجي هنا بيطلع عند ليفل اول الترا فايولت، هنا عند الليفل الثاني بيكون فيزيبل،
هنا عند التالت او الرابع والخامس بيكون انفراريد. طبعا طاقه الالترا فايولت اعلى حاجه، سيبك من الجاب، ها احنا اتفقنا وحلينا على كده في الاسئله اللي قبل الاكزام ده، تمام. طاقه الالترا فايولت اعلى حاجه، فالالترا فايولت حضرتك بمنتهى البساطه ده طاقته اعلى حاجه، فبالتالي هيكون اقل ويف لينث، فبالتالي نختار اوبشن اس، لان الانرجي دايركت مع الفريكوانسي انفرس مع الويف لينث. حاول تطلع قواعد كده وانت شغال. The longest wavelength in Bashan. قال Bashan. Bashan يعني لازم ينزل لليفل 3، ده مقره. يبقى انا هستبعد الاوبشنز دي، بص كده معايا. اهو يعني خلاص ده كده بقى سهل. هستبعد ده وهستبعد ده وهستبعد ده، مش هبقى غير كده. يعني ملهاش لازمه longest wavelength. لان Bashan بينزل 3، مش هينفع ينزل 2 ولا 1 ولا 4 ولا 5. ولكن قال longest wavelength يعني اقل انرجي. بس يعني كده كده ما عنديش كذا اوبشن اختار منه، فاختار اوبشن الوحيد اللي موجود. هنا بقى بيقول which of the following transition would give longest wavelength absorption line. اطول wavelength يعني least energy وبالتالي least frequency. تعالى كده واحده واحده، اللي بينزل للليفل الاول بيدي الترا فايولت، ده مستبعد لانه energy عاليه. شوف ازاي هنتعامل مع السؤال. واللي بينزل للتاني بيدي فيزيبل وهو انرجي متوسطه، ده قبل ما نحل. واللي بينزل للتالت او الرابع او الخامس ده بيدي انفراريد وهي انرجي لور او لوس، يعني اقل واحده فيهم. يبقى هنستبعد اتنين وده. بس في نقطه، مش هنستبعد ده، قال جملة تانية تايهة عننا. قال ايه؟ قال absorption line. اوبا، مش emission. يعني انا كنت بص هقول لك هستبعد ده وكنا هنغلط. absorption. absorption يا حبيبي يعني ايه؟ بيطلع من lower level ل higher level. بينما ال emission هو اللي بينزل من high level ل low level. انا عايزه absorption، فبالتالي ده emission من 4 ل 2، يبقى ده كده كده مستبعد. دي ده بعدين ده absorption وده absorption وده absorption. لو طالع من ليفل قليل ليفل اعلى من 1 ل 2، خلينا نكتب هنا 2 خلاص مش هنستبعد ده، من 2 ل 3 ومن 1 ل 3. كويس، عايزين بقى نعرف مين اعلاهم في الويف لينث واقلهم في الانرجي. طب تعالى لي كده واحده واحده. ده لما يطلع من 1 ل 2 ويجي نازل هيدينا من 2 ل 1، فده هيدينا الترا فايولت. يعني لما يجي احنا بنجيب طاقته منين لما هو وهو طالع عادي؟ ما هو بياخد نفس الطاقه، خلي بالك ان نفس الانرجي اللي بياخدها عشان اتش نيو عشان يطلع من ليفل اقل ليفل اعلى هي هي لما بينزل بيطلعها هي هي. فبالتالي اجيبها منين بقى لو انت مش عارف تجيب الابزوربشن من 1 ل 2؟ لما ينزل هينزل من 2 ل 1، فهيدي طاقة كبيرة قوي، فهيدي ويف لينث قصير، يبقى كمان ده مستبعد. طيب أنا كده عندي من 2 ل 3 ومن إيه؟ من 1 ل 3. ما هو برضه من 1 ل 3 ده برضه وقع الكلمة كده، لما يطلع من 1 ل 3 ياخد انرجي، ولما يجي ينزلها ينزل من 3 ل 1، فيدينا الترا فايولت. يبقى ما عنديش إلا من 2 ل 3، لأنه لما ينزل هيدينا من 3 ل 2 فيزيبل، يبقى هي الوحيدة المتاحة معانا، فنختار أوبشن بي. طب اخترناها ليه من لور لهاير؟ عشان قال absorption، يعني احنا اتعاملنا كطاقه او كانرجي حسبناها كانه هو نازل عشان نعرف بس الانرجي هيدينا ايه وهو نازل، واحنا عارفين ان الانرجي اللي بياخدها هي هي الانرجي اللي بيطلعها، عشان كده حسبنا منها الانرجي، ولكن خدنا absorption لانه جاي من لور لهاير ليفل. طيب shortest wavelength in Balmer series بيساوي كام؟ هنا بقى محتاجين نشتغل واحده واحده. قال ايه حضرتك؟ قال بالمر. بالمر يعني هينزل للليفل رقم 2، يعني هعمل حاجه ماينس اي 2. وقال شورتست لامدا. شورتست لامدا يعني ماكسيمم فريكوانسي، يعني هاجي من اي انفينيتي الى اي 2. بس مش هينفع استخدم القانون ده غير اما، لان ده بيطلع بالاي في وانا عايز اسويه بايه؟ هو عايز ايه؟ اقصر ويف لينث باتش اف سي على لندا. ما ينفعش، ما هو ده انرجي وبتساوي اتش اف سي على لندا، ليه ما ينفعش؟ لازم ما دام هتساوي القانون ده يكون بالجول.
يعني لازم هنضرب في 1.6 في 10 باور نيجاتيف 19. ايه ده؟ يعني انا ما ينفعش اساوي اي اي في بحاجه اتش اف سي عامده؟ لا خالص، الا لو زي بنك المعرفه مديك الاتش بوحده اي في مش ب 6.625 تايم 10 باور نيجاتيف 34. اي انفينيتي محفوظه بصفر ماينس اللي في القانون، اي 2 ماينس 13.6 اوفر 2 سكوير، ما ننساش التحويله بتاعتنا الجميله، نحط اتش الجميله بتاعتنا 6.625 تايم 10 باور نيجاتيف 34 سي 3 تايم 10 باور 8 عطلانين على اللمدا، هيطلع ده ماينس ده يطلع رقم بالنيجاتيف. تمام، ركز كده معايا، وصلت؟ الرقم اللي بالنيجاتيف ده طبعا اي انفينيتي بصفر منين؟ هي دايما بصفر، هيتضرب في اللي هو الجزء الخاص عندنا 1.6 في 10 باور نيجاتيف 19. وبص كده بقى معايا يا ريس، ايه اللي حصل؟ هنا هيطلع نيجاتيف في نيجاتيف هيطلع بوزيتيف، فهيطلع هنا الحته دي كده بوزيتيف 3.4 تايمز 1 بوزيتيف، دي كانت شارج 6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19، 6.625 تايمز 10 باور نيجاتيف 34، 3 تايمز 10 باور 8 على لندا، نطلع ده فوق وننزل ده تحت، تطلع معانا اللندا ب 2.74. تمام كده؟ سوري مش دي اللندا اللي طلعت معانا، ثانية نتشك اللندا تطلع معانا ب 3. تمام كده؟ point 6.5 times 10 power negative 7 meter، هي مش موجودة، هنحولها لنانو متر، هنضرب في 10 power positive 9 هتبقى 3.65 نانو متر، هتبقى option رقم D. السؤال اللي بعد كده، the longest wavelength in Batchian series، واحدة واحدة برضو معايا بنفس ذات الطريقة، Batchian بينزل للليفل رقم 3، فبينزل لتلاتة، وأنا عايز أطول لمدة يعني minimum new، يبقى هنزل من الليفل الرابع للتالت على طول، يبقى E4 minus E3 هنسويها ب اتش اف سي على لندا. اقول لك لا، لازم تتحول، جدع حبيبي برافو عليك، قاعده اساسيه الى جول، يبقى ماينس 13.6 على 4 سكوير قانون الهيدروجين، ماينس اللي في الرول، ودي ماينس 13.6 على 3 سكوير، ده قانون، ونروح ضاربين في 1.6 في 10 باور نيجاتيف 19، اتش 6.625 تايمز 10 باور نيجاتيف 34، سي 3 تايمز 10 باور 8 لندا، هنطلع ده برقم بنفس الطريقة، نطلع ده كده وننزل ده مكانه، هتطلع معانا بأوبشن رقم دي. تعالى لي بقى بعد كده، البرودكشن اوف اكس راي في الكوليدج تيوب بتمثل موديل اوف ترانسفورمر من A ل A ل A. حبيبي احنا الأول بنعمل الكتريستي، فهذا الكتريستي أو الإلكتريك إنرجي بتتسبب في ثيرمو أيونيك إميشن، يطلع إلكترون، هذا الإلكترون تمام كده؟ بيتعرض بياخد كاينتيك انرجي وبيتعرض لريتارديشن ويطلع منهم اكس راي سوفت، وبعدين بيخبط يعمل تصادم، يعني ده كمان ميكانيكال انرجي، وبعدين يطلع اكس راي اللي هي فوتون او الكتروماجنتيك ويف. يبقى الترتيب الكتريك ميكانيكال فوتون او الكتروماجنتيك انرجي، فهيكون اوبشن رقم سي. السؤال اللي بعد كده، السؤال ده بقى بيقول ايه؟ ركز بقى كده معايا واحدة واحدة. An energy level for hydrogen atom، عايز الفريكونسي بتاع اقل energy photon يقدر يأيونايز الاتوم. يعني ايه أيونايز؟ يعني يخلي الالكترون فري، والالكترون في اول ستيت. بص يا حبيبي، عشان ايونايز الاتوم هخرجه بره، هخرجه بره يعني هبقى في الانفينيتي. يعني لو قال لي ايونايز يعني انا هخرجه بره الاتوم، قاعده ثابته يعني، قاعده ثابته لانه يخرج بره وهو في الليفل الاول،
فهتبقى 0 ماينس هنا ماينس 13.6 على 1 سكوير تطلع بوزيتيف 13.6 اي في. هو ما طلبهاش بالجول او كده، بس لو حضرتك عايز تحولها بالجول هنضرب في 1.6 في 10 بور نيجاتيف 19. هل هو عايز انرجي بقى ولا فريكونسي؟ اه عايز فريكونسي. لا ما ينفعش، لازم نحول بقى. ما ينفعش اسوي باتش في نيو او تشي في سي على لامدا غير لما احول. يبقى 13.6 في 1.6 في 10 بور نيجاتيف 19. الانرجي بقى هنسويها باتش في نيو، يبقى نيو بتساوي اي على اتش 13.6 في 1.6 في 10 بور نيجاتيف 19 على 6.625 تايمز 10 بور نيجاتيف 34. نعوض 13.6 تايمز 1.6 تايمز 10 بور نيجاتيف 19 اوفر 6.625 تايمز 10 بور نيجاتيف 34 تطلع 3.28 تايمز 10 بور 15. تمام. ادي السؤال الاول. السؤال الثاني: if the atom is initially in first state، يعني في ليفل رقم واحد، and the atom is affected by electromagnetic radiation، اللمضة بتاعتها كذا، يعني نقدر نجيب منها energy، هتروح لاني state؟ طب ثواني انا اقول لك. هتقول لي هي كانت في الفيرست، فهقول ان الدلتا اي اللي انا اديتها لها دي هتخليها تتنقل من ليفل، صح؟ لليفل يبقى اي ان ماينس اي 1 لان في الليفل الاول. طب دلتا اي احسبها ازاي؟ بص كده معايا، اتش في سي على لامدا، اه اتش في سي على لامدا بتساوي اي ان ماينس اي 1. بس ما ينفعش، لازم ده يكون حول لايه يا ريس؟ بارك الله فيك، للجول، او احول ده للاي في. كلام جميل، لان ما ينفعش اسويه بقانون اتش في سي على لامدا غير لما تحول جول. يبقى 6.625 تايمز 10 باور نيجاتيف 34 في السي اللي هي 3 تايمز 10 باور 8. في اللامدا الراجل مديها لنا فوق بكام؟ 1.8027 تايمز 10 باور نيجاتيف 7. وهنا اي ان ما نعرفهاش، ماينس اي 1، الاي 1 محفوظه نيجاتيف 13.6، وده كده مضروب في 1.6 في 10 باور نيجاتيف 19. هنروح مودين ده كده تحت كده، تمام؟ فهيطلع لنا هنا رقم نجيبه 625 تايمز 10 باور نيجاتيف 34 تايمز 3 تايمز 10 باور 8 اوفر الرقم ده، بقى هينزل بتاع مع الرقم اللي تحت، طالع معايا 12 ايكوال اي ان، وده كده بلس وماينس، يبقى بلس ماينس وماينس، يبقى 13.6. هيروح ده بالماينس هيطلع نيجاتيف 1.6 ايكوال اي ان. كويس، تمام. يبقى نيجاتيف 1.6 بتساوي ماينس 13.6 اوفر ان سكوير. الان سكوير هتساوي ايه بقى؟ هيركز معايا، نيجاتيف 13.6 هينزل 1.6 تحت بالديفايد. حلو، تطلع معانا الإجابة ب 8.5. ناخد لها الروت تطلع تقريبا، هي تطلع 2.9 وحاجات، يبقى تقريبا 3. يبقى أنا هأكسايت للثيرد ستيت، عايزة بس هدوء شوية منك كده وهتتحل. مع العلم ان انا هو للمره المليون ما بقولش ان الاي بتساوي اتش في سي على لندا غير لما اتاكد ان ده بالجول. لا، ده اجابه بي. نكمل، بيقول لي ايه بقى؟ assume that atom have been excited to fourth state، كام سبكترال لاين هتبدا تطلعهم؟
ما هو فورث ستيت يا حبيبي، يعني انا ادي 1 2 3 4، فادي 4 3 2 1. انا دلوقتي في الفورث ستيت، يعني هنزل من الفورث. القلم خلص مش مشكلة، نجيب غيره. هنزل من الفورث للفيرست، ومن الفورث للسكند، ومن الفورث للثيرد، ادي 3. بعدين خلصنا اهي واحدة واحدة اهي، تمام. ممكن نشتغلها بالطريقة دي، ممكن نشتغلها بطريقة اسهل شوية، يعني ممكن نشتغلها لك نرسمها من اول وجديد اهي، نشتغلها لك بطريقة اسهل عشان في ناس برضو ايه. 2 3 4، نخلص الاولاني كله. هنزل من الفورث للفيرست، ومن الثيرد للفيرست، ومن السكند للفيرست. كده خلصنا الفيرست كله. نفوق على السكند بقى، يبقى من الفورث للسكند ومن الثيرد للسكند، كده 2. خلاص خلصنا التاني كله، من الفورث للثيرد يبقى كام احتمال؟ 6. يبقى هنا لاحظنا ان في 6 سبكتر لاين هتنشا في الحاله دي. السؤال اللي بعد كده، how determine the wavelength is invisible range that the atom will emit. طيب هي دلوقتي رجع للفورث، عايزين الويف لينث اللي هي هترجع له تاني عشان تعمل امت. طيب ما عشان تعمل اميشن للفيزيبل وهو في الرابع لازم ينزل للليفل الكام؟ التاني. فهنزل من الرابع ليك مين؟ للتاني. مظبوط ولا انا غلطان؟ ما انا بقول لك انها في الرابع. فهتقول لي E4 - E2 ما ينفعش اسويه ب H في C على لامدا غير اما يكون، الله ينور عليك، 1.6 × 10⁻¹⁹. -13.6 على 4 سكوير، هنا ماينس، وهنا -13.6 على 2 سكوير. انت مضروب في 1.6 × 10⁻¹⁹. H تبقى 6.6.25، ايوه، تايمز 10⁻¹⁴. في السي حضرتك، سوري كان بعيد، اهي سي 3 × 10⁸ على لمدة. هنطلع ده برقم وننزل ده بالديفايد، يطلع معانا قيمة اللمدة، وتطلع اللمدة قيمتها 4.87 × 10⁻¹⁷. هيجي واحد تاني يقول لي طب ما هو معلش، ما انا ممكن انزل من التالت للتاني. حبيبي مش بتكلم، انا هنا بكلمك على الاحتمالات، اما هنا بقول لك انا في الرابع وهنزل فيزيبل، يبقى انزل التاني. تمام، هنا بقول لك ان انا في الرابع وهنزل التاني، بقى ما تدينيش احتمالات واشتغل عادي زي ما احنا ايه شغالين. كلام جميل جدا. تعالى لي بقى لكويشن اللي بعد كده، اللي هو هيكون بتاع الاكس راي. اي ثينك ان ده اخر كويشن في الاكزام. بسم الله. بيقول لنا ان اكس راي تيوب بتوبريت ات 25 كيلو فولت وكرنت 30 ملي امبير. طب ما ايه رايك نجيب الفي انها 25 × 10⁻³ كام؟ 3 فولتس. والاي بتساوي 30 × 10⁻³. خلي بالك ان انا ممكن اسيب ده كله واجي في اخر السنه اقول لك ان البوتنشال ديفرنس بتاع الاكس راي ان اوردر اوف، واديك اختيارات ميجا فولت، كيلو فولت، ملي فولت، فتختار كيلو فولت لان كل مسائل بتكون بكيلو فولت، هو فعلا بيكون كده. عايز مينيمم ويف لينث تقدر تطلعه الاكس راي. بص يا حبيبي، في الاكس راي فقط، في الاكس راي فقط، بما انك بتعمل كهرباء والكهرباء بتخبط في التارجت وتطلع اكس راي، تقدر تقول ان اتش نيو بتساوي اي في، بس في الاكس راي بس. فاقول ان اي في ايكوال اتش سي على لامدا، او اتش اي اتش نيو 1.6 × 10⁻¹⁹. الفي بكام؟ 25 × 10³. الاتش 6.625 × 10⁻¹⁴. السي 3 × 10⁸ على لامدا. هنقدر نجيب اللامدا 4.97 × 10⁻¹ⁱ متر. عايز ماكسيمم فيلوستي تو اكسلريت الالكترون ما بين الانود والكاثود. احنا اتفقنا بقى ان الفي بتساوي روت ال2 اي في على ام، روت ال2 الاي 1.6 × 10⁻¹⁹، الفي ب 25 × 10⁻³ على ام. ده الكترون هو اللي بيحصل له اكسلريشن. ما انت لازم تبقى فاهم الاكس راي ان انا بطلع من الكاثود الكترونات بيحصل لها اكسلريشن، بتتعرقل هنا شويه وتطلع سوفت اكس راي، وبعدين تخبط في التارجت وتطلع اكس راي تاني. اعلى مومنتم يتم انتاجها. طب ما هو اعلى مومنتم يا حبيبي عند ايه؟ اقل ويف لينث انت جبته.
random inverse يبقى اتش على لامدا. الويف لينث اللي انت جبته يبقى 6.625 تايمز 10 باور نيجاتيف 34 اوفر لامدا، عشان بدأنا الوقت يجري بتاع السيشن دي دخلنا في ساعتين، على لامدا. اللامدا اللي هي كون جبناها 4.97 تايمز 10 باور نيجاتيف 11، تطلع المومنتم حضرتك يا باشمهندسه 1.33 في 10 باور نيجاتيف 23 كيلو جرام متر بير سكند. السؤال بعد كده عاوز الكتريكال انرجي ان ايتش سكند، يعني باور، ما هو ده تعريف الباور، انرجي ان 1 سكند، يبقى الباور بتساوي في في اي. خلاص ده ما فيش اسهل من كده، يبقى ال في ب 25 تايمز 10 باور 3 اي 30 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 تطلع معانا كام؟ 750 وات. عاوز الهيت انرجي اللي هتطلع بير سكند. وهو مدينا ان كفاءه الاكس راي 2 بيرسنتج، يبقى انا اجيب الاول باور الاكس راي. باور الاكس راي هاخد 2% من التوتال باور، يبقى 2 بيرسنتج من اصل 750 وات دي بتاعه التيوب كلها، يبقى 15 وات انا بستفيد منه، يبقى الباور اللي ضاعت هيت الباقي، الباور التوتال، ما هي الباور كلها بتضيع في الهيت والاكس راي، تمام؟ واحنا قلنا الجهاز ده بيولد طاقه حراريه كبيره قوي. خلاص يبقى 750 ماينس 15 ايكوال 735. يبقى هنا ده كده الجزئيه الرئيسيه اللي بنتكلم عنها في شابتر 6. اتمنى نكون لمينا وعملنا كفر على الاجزاء اللي كانت واقفه معاكم في شابتر 5 و 6 في الكتاب على قد ما اقدر. والجزء الثاني اللي هو الامتحان الاسبوعي اللي احنا بنعمله. دمتم موفقين يا رب ان شاء الله، واي سؤال تحت امركم في الصفحه ما فيش اي مشكله ان شاء الله باذن الله تعالى. بالتوفيق ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم يا رب ان شاء الله كده، وعلى الامه الاسلاميه كلها وعلى كل الناس في مصر يا رب ان شاء الله باذن الله. وباذن الله تعالى انتظروا كمان فيديو هيكون مراجعه على 2-7 كده. احنا خلصنا 1 الاسبوع اللي فات، خدنا 5 و6 يعني كده 3 chapters، في واحد بقى 2-7 الاسبوع الجاي ان شاء الله. مع الف سلامه، اشوفكم على خير.